هنبتدي نتكلم على السوبرين جلاند. عشان نتكلم على السوبرين جلاند او نتكلم على الاندوكاين، نتكلم الاول على الجنرال رول بتاع الاندوكاين. الجنرال رول مش مكتوب، طلعوها واكتبوها. اسمعوا معايا بقى، دي مقدمه كده ما حدش هيسالكم فيها، بس دي من اجل العلم في العلم. كلمه اندوكاين معناها ايه؟ اتس ا سبيسيفايد ماتيريال secreted by a specified organ to act on distant organs. اللي هيتكلم همسح بيه الارض. To start with. اخلصوا وركزوا علشان الدنيا مش طالبه. Endocrine معناها a specified material secreted by a specified organ to act on a distant organ. يعني ايه الكلام ده؟ الثيرويد جلاند بتطلع ثيروكسين، دي سبيسيفايد جلاند بيطلع سبيسيفايد ماتيريال. الثيروكسين بيشتغل على السي ان اس، بيشتغل على الهارت، بيشتغل على الجي اي تي، بيشتغل على ديستنت اورجنز. ده معنى كلمه اندوكراين. ما حدش هيسالكم في الكلام ده، خليكم معايا بس. لان في كلمه ثانيه اسمها باراكراين. باراكراين ا سبيسيفايد ماتيريال بروديوس باي اورجن تو اكت اون ا نير باي اورجن. بمعنى الاندوثيليا بتاع البلد فيسلز، الاندوثيليا بتاع البلد فيسلز بيطلع حاجه اسمها نايتريك اوكسايد. معايا ولاد ولا لا؟ النايتريك اوكسايد ده فازو. بيشتغل ازاي النايتريك اوكسايد؟ بيشتغل على المسلز اللي تحت الاندوثيليا عشان يعمل فازو دايلاتيشن. دي اسمها باراكراين ا سبيسيفايد ماتيريال بروديوس باي سبيسيفايد اورجن تو اكت اون ا نير باي اورجن. الاندوثيليا بتطلع نيتريك اوكسيد عشان يشتغل على المسلز اللي تحتيه، فدي يسموها ايه؟ باراكراين. في حاجه اسمها اوتوكراين. اوتوكراين يعني ايه؟ نفسها يطلع اوجن، يطلع ماتيريال تشتغل عليه هو. ازاي؟ بصوا لي يا رب. البليتلتس، البليتلتس بتطلع حاجه اسمها اي تي بي، اليوزين داي. ده بيزود البليتلت اجريجيشن، يخلي البليتس تلزق في بعض. يعني البليتس بتطلع اي دي بي عشان يخليها تزود الاجريجيشن بتاعها هي. ده اسمه اوتو كاين. الالفاظ دي ما حدش هيسالكم فيها هنا، بس ممكن تسالوا فيها اي اس ام اي، تسالوا فيها كنديان بود دبليو سي وات ايفر. معايا ولاد ولا لا؟ اندو كاين ا سبيسيفايد ماتيريال بروديوس باي سبيسيفايد اورجن تو اكت اون ا ديستانت اورجن. بار كاين تو اكت اون ا نير باي اورجن. Autocrine to act on the organ itself. Exocrine. ماشي مصباح؟ مصباح يا حبيبي. مصباح الله يرضى عليك. عليه. الحاجة التانية. الكورتكس بيتكون من كام زون؟ اللي هي زون ايه؟ جلوميروزا. فاسيكيلاتا ريتيكيلاتا. زون جلوميروزا بتطلع الالتوستيرون. بتطلع ايه؟ الزونا فاسيكيولاتا بتطلع كورتيزول. الزونا ريتيكيولاريس بتطلع 6 هرمونز. الزونا جلوميروزا بتطلع اندوسيرون. الزونا فاسيكيولاتا كورتيزول، ريتيكيولاريس 6 هرمونز. اندروجين بالذات. في سؤال شافه ومشهور في المنطقه دي، يقول لك نوعك ايه يا بيه؟ تقول له ميل يا بيه. بتطلع استروجين؟ اه طبعا يا بيه. منين؟ من السوبرينا اللي بيه ومن التستس. بتطلع استروجين. نوعك ايه يا بنتي؟ فيميل يا بيه. بتطلعي اندروجين؟ يو هو. منين؟ من السوبرينا اللي بيه. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ في 6 هرمونز بتطلع من السوبرينا جلاند، واضح ولا لا؟ يا باشمهندسين هنبتدي نتكلم على اول هرمون التوستيرون. اول هرمون هنبتدي نتكلم عنه هو مين؟ بصوا لي يا رب. هنطبق القواعد دي على الالتوستيرون. أول حاجة هنتكلم عليها ولا؟ الفسيولوجي. السورس، الالتوستيرون بيطلع منين؟ منين في السوبرين؟ زونا لوميروزا أوف سوبرين كورتكس. السوبرين كورتكس يعني زون زونا جلوميروزا. مفهوم؟ ده سورس. الاكشن ايه وظيفه الالتوستيرون؟
كان بيعمل صوديوم اند ووتر وبوتاسيوم وهيدروجين اكسك فين؟ في الكدني والسويت جلاندز والساليفري جلاندز والانتستين. مش زي ما انتم فاهمين الادوسيوم بيشتغل بس على الكدني. الادوسيوم بيشتغل على الساليفري جلاندز والسويت جلاندز والانتستين. مع ولاد ولا لا؟ بيعمل فيهم ايه؟ salt and water potassium hydrogen excretion reabsorption salt and water retention يعني reabsorption وبوتاسيوم هيدروجين اكسك يرميهم في البول. واضح؟ السؤال بقى ده بالنسبه للاكشن regulation هو بيعمل ايه يا ولاد؟ salt water retention يعني بيعمل صوديوم ريتنشن. يبقى بنحتاجه لما الصوديوم في الجسم يبقى ايه؟ قليل. ولما الميه في الجسم تبقى قليله. بص معايا الميه لما تبقى قليله في الجسم الدم اللي راح للكدني يبقى ايه؟ قليل. الكدني تروح مطلعه رينين. الرينين يشتغل على الانجيوتنسينوجين يحوله الانجيوتنسين 1 وانجيوتنسين 1 يتحول الى انجيو ويطلع لنا الالدوستيرون. فاول حاجه بتتحكم في الالدوستيرون الرينين انجيوتنسين سيستم. مش انت محتاج الالدوستيرون لما يكون الميه عندك قليله؟ طب ازاي الجسم يعرف ان الميه قليله؟ ان البلاد راح الكدني يبقى ايه؟ فيطلع رينين يطلع انجيوتنسين وده يطلع لك الالدوستيرون. الحاجه الثانيه لما الميه في جسمك تبقى قليله ضغطك يبقى ايه؟ الضغط قليل ياكتيفيت السمباثاتيك. يوم السمباثاتيك يشتغل على الكدني يطلع رينين عشان يطلع انجيوتنسين. انجيوتنسين 1 يتحول انجيوتنسين 2 وده يطلع لك الدو. نقص الصوديوم يخليني محتاج الدوستيرون ولا لا؟ ها؟ يا ولاد نقص الصوديوم يخليني محتاج الدوستيرون. بيعمل صوديوم ريتنش فنقص الصوديوم بيطلع عينه. مفهوم ولا لا؟ طب تفتكروا البوتاسيوم امتى يطلع عينه؟ لما يزيد ولا ما يقل في الدم؟ يبقى الهايبركاليميا بتطلع عينه. فهمتوا ولا لا؟ يبقى ايه اللي بيتحكم في الادوسيون ليفل؟ غير الانجيوتنسين سيستم. مين اللي يكتيفيت غير الانجيوتنسين سيستم؟ سمباثاتيك. الهايبوفوليميا هايبوناترينيا هايبركاليميا. مفهوم هذا ولا لا؟ واضح؟ طيب ده الاكشن سوري ده الريجوليشن. الاند برودكت مش مكتوب عندكم. الادوسيون بيكسر في الليفر بيكسروا حاجه اسمها تترا هايدرو ادوستيرون. تترا هايدرو ادوستيرون. التترا هايدرو ادوستيرون ده ينزل في اليورين يعني الصير يروح يتكسر في الليفر الى تترا هايدرو ادوستيرون. والتترا هايدرو ادوستيرون ينزل فين؟ مفهوم ده اند برودكت. واضح؟ دكاتره اوكي؟ ايه؟ الادوستيرون بيتكسر في الليفر يعمل لنا تترا هايدرو ادوستيرون ينزله فين؟ مفهوم؟ بص يا سيدي ماشي ركزوا معايا بقى. اول ديزيز ليه علاقه بالادوستيرون اسمه كونز سندروم. اسمه ايه؟ او اسمه الثاني برايمري هايبر ادوستيرونيزم. الديزيز اللي علاقه بالادوستيرون اسمه ايه؟ كونز سندروم او اسمه الثاني برايمري هايبر ادوستيرونيزم. يلا رجال ده الهرمون زاد ولا ناقص؟ يلا رجال ها اتشارج هادي نوم او هايبر بليزيا فين؟ مفهوم ولا لا؟ لما تبقى الخلايا عضلاتك فيها هتطلع ادوستيرون كتير منطقي معاه مش مهندسين ولا لا؟ كون سندروم او اسمه الثاني برايمري هايبر يبقى الاتشارجي هادي نوم او هايبر بليزيا. مفهوم ولا لا؟ الحاجة التانية كلينيكال بيكتشر هنبتدي بالهرمون. هو الادوستيرون بيعمل ايه؟ يبقى عندنا اكسسيف صوديوم ووتر ريتنج وايه كمان؟ هيعمل لنا بوتاسيوم هيدروجين اكسك يعني بوتاسيوم في الدم
والهيدروجين في الدم. مش ده كلية كابيتشة بتاع هرمون اكشن؟ يلا بقى هيحصل سلطة موتر تنشن بكمية كبيرة صح؟ ده عامل لنا ايه كلينيكالي؟ هايبرتنشن وايديما. يعمل لها هايبرتنشن وايه؟ يبقى العيان عنده كون سندروم، عنده الدوسيوم بكميات كبيرة. فيعمل سلطر ووتر يعمل لك هايبرتنشن وايه؟ بس الهايبرتنشن والايديما في العيان ده مايلد. ليه؟ انت عملت سلطر ووتر تنشن ولا لا؟ ايه اخبار البلاد فوليوم؟ زاد. الدم اللي راح للكدني زاد. الجلومينال فلتريشن 8 فالبول يزيد فده يعوض ده. تاني يا ولاد؟ انا عملت سلطان ووتر فالبلاد فوليوم زاد فالجلومينال فلتريشن 8 فالعيان جاب بول كتير فده يعوض ده فالهايبرتنشن والإديما تبقى ايه؟ مايل. دي بيسموها رينال اسكيب فينومينا. اسمها رينال اسكيب فينومينا. الكدني هربت من السلطان ووتر ريتنشن منها زودت اليورين اوتبوت. مفهوم ولا لا؟ دكاتره مفهوم ليه هايبرتنشن والديما مايلد؟ في حاجه ثانيه تخلي الهايبرتنشن والديما مايلد. ايه اخبار البوتاسيوم في العيان ده؟ ديكريس صح ولا لا؟ البوتاسيوم في الدم قليل. البوتاسيوم القليل يخلي الكدني لا تستجيب للانتي دايوريتيك هرمون. البوتاسيوم القليل بيخلي الكدني لا تستجيب للانتي دايوريتيك هرمون. Does not respond to anti diuretic hormone. طيب كون الكدني لا تستجيب للانتي دايوريتيك هرمون العيان يجي له ايه؟ اسمها انتي دايوريتيك يعني بيمنع الدايوريسيس. لما الكدني ما تستجيبلوش يحصل ايه؟ دايوريسيس. يعني العيان هيجيب بول كتير فعشان كده هايبرتنشن والإديما از مايلد. ناقص البوتاسيوم ديكريس بوتاسيوم ان بلاد افكتس ذا ريسبونس اوف ذا كيدني تو انتي دايوريتيك هرمون. مع ولاد ولا لا؟ كون الانتي دايوريتيك هرمون مش قادر يشتغل على الكيدني هيحصل دايوريسيس فبالتالي هايبرتنشن والإديما تبقى ايه؟ مايلد. القصه دي بيسموها نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. عايزين نفهمها. كلمة دايابيتس يا ولاد يعني بوليوريا. دايابيتس بوليوريا. مليتس قصب ملح. لا هو بيستخف بيستخف. لا واحد ابويا معاك. خد اللي جاية بتاعتك دي بقى. لا لا خلاص 1-0 ماشي. لا 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 محسوبها لك 1-0. خد اللي جاية بقى عشان ايه؟ لا لا لا. كلمة دايابيتس يعني ايه يا ولاد؟ بوليويا. ميليتس يعني قصب. لما تقول دايابيتس ميليتس مش مليتس بس دايابيتس ميليتس. ميليتس يعني قصب. يس لاتن يعني بوليويا. دايابيتس هي اللي معديه معاكي. يو جو هوم يو جو هوم هاو ماتش بص معايا بس يا ما اعرفهاش. بصوا هنا يا شباب دايابيتس ميليتس يعني عين عنده سكر بول كتير والبول ده مسكر لان الدكاتره زمان كانوا بيدوقوا البول. صح. يس الدكتور كان بيتست اليورين فالعين عنده بوليويا لو البول بتاع اشرب لك نص كوبايه. عجبتك انت القصه دي معايا؟ العيان يشرب سوري الدكتور بيدوق البول لو لقى بوليويا ومسكر يبقى عنده دايابيتس ايه؟ بظهر ايدي يبقى دايابيتس ايه؟ ميليتس. لكن لو انا عنده بوليوريا والدكتور دق البول لقاه تيستلس ملوش طعم يقول عليه دايابيتس انسيبيدس. البول الذي لا طعم له تيستلس. انسيبيدس يعني تيستلس. العند عنده بول كتير ولا لا؟ بس ما فيهوش سكر لا طعم له فاسمه دايابيتس انسيبيدس. هعمله لك سندوتش. ماشي يا شباب. تاني بقى معلش الالدوسيون اول حاجه الهرمون اكشن هنعمل سلطان ووتر
عملنا هايبرتنشن وديما بس ايه؟ ميه. اخلص يلا هايبرتنشن وديما بس ايه؟ ميه. ليه ميه؟ سببين. عملنا صوت الموتر فالبلط فوليوم زاد. الجلومير فلتريشن ايه؟ زاد. فعندهم بوليوري سميناها رينال اسكيب فينومينال. ثانيا الهايبوكاليميا بتخلي الكدني لا تستجيب. هاتي لاتكم اسمها نيفروجينيك دايابيتس انسيبتس. دايابيتس يعني بوليوري. انسيبتس ملوش طعم. نيفروجينيك يعني مشكله في الكدني انها لا تستجيب للانتي دايابيتيك هرمون. معانا لا؟ اللي بعده هيبقى عندنا نقص. العين يجي لك بايه؟ هيجي لي بالبوتاسيوم. قال لي يقول لي بوتاسيوم يعني يا امه ولا هيقول لي ايوه بالله ربنا يفتح عليك يا ابني. انا قلت لكم يا غجر ان كلمه السر في البوتاسيوم عضلات. قلت لكم الكلام ده في كارديولوجي. كلمه السر في البوتاسيوم ماسل ويكنس اب تو وكونستبيشن اب تو فانيتيك ايريس واريثميا. انا قلت لكم الكلام ده. البوتاسيوم لما بينقص بيقص على العضلات. في عندنا كم عضله في الجسم؟ ثلاثه سكليتال وسموث وكارديا. نقص البوتاسيوم في السكليتال يعمل ويكنس اب تو باراليسيس. في السموث ماسلز في جي اي تي يعمل لي كونستبيشن اب تو باراليتيك وفي الهارت يعمل اريثميا. في حاجه ثانيه تعملها الهايبوكاليميا. كل واحد يبص لزميله ويتوفى عليه. نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس لسه قايلينها. تاني البوتاسيوم ناقصه يعمل ايه؟ خدوا بالكم هتسمعوه من اوله. ما عندناش وقت ان انتوا تذاكروا في البيت. باراليسيس باراليسيس اسمه باراليسيس باراليسيس ويكنس اب تو فاس كونسبيشن اب تو واريثميا ونيفروجينيك. في حاجه ثانيه نقص البوتاسيوم فيه مشكله يا ولاد. الجلوكوز عشان يخش جوه الخليه الانسولين هو اللي بيدخله. وعشان الانسولين يدخل الجلوكوز انسايد ذا سيل لازم يدخل معاه بوتاسيوم. الجلوكوز عشان يخش جوه الخليه محتاج ايه؟ انسولين وبوتاسيوم. لو ما فيش بوتاسيوم في الدم الجلوكوز ما يعرفش يخش جوه الخليه ويفضل في الدم. يعني العين يبقى عنده هايبر جلايسيمي يسموها امبيرد جلوكوز تولرانس. يسموها ايه؟ امبيرد. يعني العيانين اللي عندهم البوتاسيوم واطي لما ياكلوا يفضل الشوكر عالي في الدم فتره طويله مش عارف يخش جوه الخليه. ما قلنا عشان يتنيل يخش جوه الخليه لازم يتهبب يخش معاه بوتاسيوم. هما ما عندهمش زفت بوتاسيوم يبقى الاطران جلوكوز مش هيخش بالهبابسل. بيخش عن طريق طرق ثانيه حاجه اسمها بولي اول باثوي مالكوش دعوه فيها. انا عفوا انا عفوا دايبتس معايا بهوات ولا لا؟ طيب نقص الهيدروجين يعمل لنا ايه؟ نقص الهيدروجين بيعمل اسيدوزيس. نقص الهيدروجين بيعمل اسيدوزيس. نقص الهيدروجين يعمل لنا الكالوزيس. كلينيكالي العيالي بيشتكي بايه؟ لا والله. الكروس بيوجعوا في اي حته؟ لا قولي كده بيشاور لي على المكان اللي هو بيوجعوا فيه الكروس. سالايفيشن. ميبي سالايفيشن. ميبي سالايفيشن. استنى لا هو مش صح. صح؟ هو سالايفيشن مثلا. ايوه. وجفاف ريق. سالايفيشن مع جفاف ريق. لا لا كمل كمل. سالايفيشن هيطلع عشان الريق ناشف. كمل. هيعدي لا انا هكمل عليك بقى. لا ابتدى يمنع الصلايفة كتير. انا ابتدى كتير. فايه الصلايفة تروح سابت ايه الستول. كابس على الستول. فلا هو نازل تحت تلاقي البوتوكس كبرت بقى. الستول اتكبس في يعني انت خدت بالك اكيد انت شفت حاله من الحالات دي عشان انت عمال بتفكر وبتوصل. هل حصلت معاك قبل كده الالكيوزس عمل الصلايفة؟ شفت كده واحد. شفت الايه؟ البوتوكس. امال ايه؟ اتلم في يومك ليسوى والا همسح بيك الارض. الكالوزيس يعمل ايه كلينيكال؟ يبص معايا.
انا قلتها لك قبل كده اهو برافو عليك يا ربنا يفتح عليك. الكالسيوم موجود في الدم في صورتين يا ايونايزد الشباب استنتجوا على طول ان الثاني ايه معنى ايونايزد بتشال على قلبي معايا مين اللي بيقوم بالوظائف هو اللي بيقوم بكل الوظائف الالكالوسيس تخلي الايونايزد كالسيوم يمسك في القلب الالكالوسيس تخلي الايونايزد ايه فالايونايزد كالسيوم في الدم ايه اللي العيان يجيله تيتاني كونفولجنز قلت لكم الست لما بتتشحتف فاكرين ولا لا بينزل عليها العقاب السبب اللي قلتها الست لما بتتشحتف بتنهج اصله يا بابا قلت لكم الحركه دي قبل كده بتعمل وش كابون باك سايد فيجي لها الكالوز ويجي لها تيتن وعلاقه تلبسها كيس بلاستيك قلت لكم كل ديزيز وليه سايد افكت ما لحقتش اشيل الكيس قلت لكم الكلام ده كده بالظبط بهذا السيكونس الكالوسيس يعمل ايه؟ تيتاني ليه بيعمل تيتاني؟ عشان بيقلل ايونايزد كالسيوم مفهوم ولا لا؟ باشمهندسين يبقى التاني كلينيكال بيكتشر كانت هرمون ايه؟ اكشن عمل صوت سامع معايا لا صوت الوتر تيشن يعمل لك هايبر تيشن ان بس ايه؟ ليه مايل؟ عشان الرينرز كيف فرامينا الطيار بتزود البلاد فولي فالدم راح للكدني يزيد جلوبال فلتريشن ريت يحصل ايه هذا؟ بوليوري اسمع رينال زفت اسكيب فينومينال نقص البوتاسيوم يخلي الكدني لا تستجيب فيحصل بولي يوري وسميناها نيفروجيني دايابيتس انسيبيدس هيحصل هايبوكاليميا تعمل ماسل ويكنس اب تو كونستبيشن اب تو و والهايبوكاليميا تعمل نيفروجينيك دايابيتس وتعمل امبيرد جلوكوز تولرنس نقص الهيدروجين يعمل الكالوسيس وده يعمل تيتاني نتيجه نقص الايونايز كالسيوم ده كله تحت عنوان هرمون اكشن. طب كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز الكوز كان ايه؟ ادينوما وهايبرليزيا في السوبرينا ده تيومر صغير العيان ما بيشتكيش منه فما فيش كلينيكال بيكتشر اوف هرمون اكشن مفهوم ولا لا؟ ما فيش كلينيكال بيكتشر اوف هرمون اكشن انفستيجيشن يلا نبتدي اول حاجه بهرمون ايه؟ ركز معايا بقى هرمون اكشن هو بيعمل صوديوم والوتر ايه؟ ايه اخبار الصوديوم في الدم؟ والصوديوم في البول؟ قليل مش بيعمل صوديوم والوتر تنشن يبقى الصوديوم في الدم في البول البوتاسيوم في البول وفي الدم والهيدروجين في البول عالي بيعمل بوتاسيوم وهيدروجين اكسكريشن يبقى الهيدروجين في البول عالي هوايه بوتاسيوم والهيدروجين في الدم قليل مفهوم؟ في عندك غلط البوتاسيوم البوتاسيوم في البول عالي وفي الدم قليل مفهوم ولا لا؟ يا باشمهندسين دكاترة ده هرمون اكشن هرمون ليفل عالي اللي هو مين العالي؟ الكالسيوم في الدم عالي هرمون اند برودكت هتلاقي التترا هايدرو الكالسيوم في اليورين عالي انفستيجيشن اوف كورس بايبسي لما يشيلك سي تي وسمار على الابدومين بايبسي ايه؟ سي تي وسمار على الابدومين هتشوف الماس ماشي يا ولاد؟ معايا يا شباب؟ بس في معلومة مهمة أوي عايز أسألكم عليها. العند عنده تيومر بيطلع أدوسيون ولا لأ؟ بيطلع أدوسيون بكميات؟ إيه أخبار الرن إن ذيس بيشن؟ واطي. لأن في فيدباك إنهبيشن.
انت عندك عطشين وطالع بكميات كبيره من الورق، وعندك هايبر فوليمي تعملك ريبيشن لرينين ريليز. فرينين في العنين دول بيبقى ايه؟ الرينين ايه؟ تريتمنت اول حاجه هنعالج الهرمون ايه؟ وعنده صوديوم ان ووتر ريتنشن، نقلل الفلور في الدايت ونقلل الصوديوم في الدايت ونديله اكسس بوتاسيوم من الدايت. مش كده ولا ايه؟ يا دكاتره دكتور ده الهرمون اكشن عالجناه، ده هرمون زاد ولا ناقص؟ هتعمل ايه في العلاج؟ ايه؟ سيرجيكال ريموفر او ريديشن او ايه الانتاجونس بتاع الاندوستيرون؟ سبايرونو مش سامع، مش سامع جاينيكو مصر. ايه الاندوستيرون انتاجونس سبايرونو لاكتور؟ واخوه كان اسمه تراي امترين، واخوه الثاني كان اسمه امينو رايت، كل دول كان اسمهم الاندوستيرون انتاجونست. في دواء رابع جديد ريسنت اسمه ميتي رابون، ده بيمنع تصنيع الالدوستيرون، مش بيمنع الاكشن، بيمنع ايه؟ تصنيع الالدوستيرون، اسمه ميتي رابون. اوكي؟ سمع معايا البرايمري هابر ستريس كونس، يلا. اتشارج. ادينوما ايه؟ اوبسوباينا كلاب، يلا. تيك بيتش. صوت الوتر ريتنشن يعني يعمل ايه؟ خلي عيني تقع على واحد ما بيطلعش، اقسم بالله لا تغضوا المجموعه دي انا عايز اقللها اصلا. انت ادت اهو هايبرتنشن ايه؟ مايلد ليه؟ عشان عندهم رينا اسكيب فينومينا اسكيب ونيفروجينيا دايبيتس سيرفيس عندهم هايبوكاليميا كلينيكال بيتش ماسل ويكنس اب تو بوستيبيشن اب تو و ونيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس وامبيرد جلوكوز سيربس هيجي لهم الكالوز تعمل لهم ايه؟ تيتانيا هل في كلينيكال بيتش اوف ذا كوز؟ اديها انفستيجيشن يلا انا الاقي الصوديوم في الدم في البول بوتاسيوم في الدم وفي البول عالي اسيد في الدم قليل 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 لكن في البول يعني اليورين هيبقى اسيدك بعد كده هم ليفل الاندوستيرون عالي اند برودكت سيرو في اليورين عالي انفستيجيشن كوز سي تي وسمار ام اي على 70 وهلاقي غنم بعد كده هنعالج العيان هنعالج الهرمون اكشن هنعمل صوت الوتر اتنشن قطيع قطيع جاموسه وماشي ورا كل الجوانب هي جاموسه جاموسه وباخ وكاوميس والبغال ماشي ورا قال لك صوت الوتر اتنشن وكلهم نفس الفصيله دفعه واحده سبحان من جمعكم ده انتوا متنقين على الفراز هنا عملوا لكم امتحان ما دخلوكم كليه ايه؟ احسن دفعه في الكليه تخيل لما انتوا تبقى احسن دفعه شوف المستوى بتاع ستة كده قالوا لنا مين اللي قال لك كده؟ اول جزء قدمناه انتوا احسن دفعه احسن حاجه كده هبقى اقول لك احسن حاجه فين؟ بص يلا هنعمل صوت الموتر ريستريكشن ونزود البوتاسيوم هنعمل سيرجيكال ريموفر اجد وندي انتاجونس الانتاجونس اللي هو سبايونو الانتراي امترين والامينو رايد والميتي رابر واضح؟ السكند هاي بوتسيوس ركزوا معايا بقى عشان الحته دي غبيه شويه ولا مش عايز ولا كده اللي هينطق المره دي الجزء الثاني ده ما فيهوش وقت لاي هزار اقسم بالله هشوطكم شوطه ما يعلم بيها الا الموت الوقت اللي جاي ده جد ما فيهوش هزار. سكندري هايبر اتسونيزم. بصوا لي كويس وركزوا معايا. السكندري هايبر اتسونيزم
العيان عنده انكريز في رينين. السكن هاي بعد شو نسمع عنه عنده زيادة فين؟ ايه اللي يخلي رينين يزيد؟ اسكيميا اوف ذا كيدني. زي ايه؟ ريلا اطري. مش كده بس، بصوا لي ركز معايا في اللي جاية دي. ركز معايا في اللي جاية دي. عيانين الهارت فيلي وعيانين الليفر سيل فيلي وعيانين النفراتك، بصوا لي هنا دول. في الثلاث عيانين دول عندهم إديمة ولا لا؟ سواء عيان هارت فيلي او ليفر سيل فيلي او نفراتك عندهم إديمة ولا لا؟ الإديمة معناها ميه متجمعه في الانترستيشال تيشو، صح؟ الميه متجمعه في الانترستيشال تيشو جايه منين؟ بلود فيسلز ولا لا؟ صح؟ يبقى العينين دول ايه اخبار البلود فوليوم؟ قليل. يبقى الدم اللي راح للكدني فيطلع عندهم هنا. تاني عينين الهارت فيلر والليفر سيل فيلر والنيفروتك عندهم اديمه ولا لا؟ كل عندهم اديمه ده معناها ان البلود فيسلز بتاعتهم اشحط ميه. يعني معناها ان البلود فوليوم قليل يبقى الدم اللي راح للكدني فيطلع عينين ويطلع انجيوتنس وقبصين. معاه ولاد ولا لا؟ في حاجة كمان، في حاجة اسمها بارتر سندروم. بارترز سندروم خد سمعنا؟ خد بالك لو عليه اي حد يعجبك اطلبه من بابا لكن مش خد. بص يا شباب، وبنزعل بعد كده وبنزعل. السكر هاي بقى السونيزم سببه زيادة ايه؟ اللي يخلي الرينين يزيد او فيلر نيفراتك وبارتر سندروم. البارتر سندروم هايبربليزيا اوف ذا جاكستا جلوميرولار اباريتوس. اهو انت هايبربليزيا اوف جاكستا جلوميرولار اباريتوس. حد سمع عنه؟ على فكره يا ولاد الجاكستا جلوميرولار اباريتوس هو الجزء اللي في الكدني اللي بيطلع عينين. الجزء اللي في الكدني اللي بيطلع عينين اسمه ايه؟ جاكستا جلوميرولار اباريتوس. ده لما يبقى فيه هايبربليزيا يعني خلايا كتير هيطلع ايه؟ غيرين كتير. مفهوم ولا لا؟ جاكستا جلوميرولار اباريتوس. طب هو السؤال ده انتوا ضايعين يا فيسيولوجي ولا مع ولاد ولا لا؟ ركزوا معايا بس يا واحده الله يتعالى. لا مش عايز حد ينطق. في المجموعه دي ايه اخبار غانم؟ فالالدوسيون عين. ايه اخبار كلينيكال بيتش؟ نفس البرايمري ما عدا بصوا لي هنا كده. ما عندوش هيبقى عندهم هايبر تنشن واديما. بس هنا بقى الاديما في المجموعه دي سيفير والهايبر تنشن هنا سيفير. ولا العين ده عندهم سلطة الوتر هنا الاديما سيفير. ده الاديما هي اللي بادئ القصه. مفهوم ولا لا؟ وهنا الهايبرتنشن سيفير. لكن في البرايمري الهايبرتنشن والإديما كانوا ايه؟ مفهوم؟ هنا في هايبوكالين وفي الكالوز زي هنا بالظبط. مع ولاد ولا لا؟ لكن في البرايمري ما كانش في كلينيكال بيتش اوف كوز صح؟ كان تيومر صغير وما بيعملش مانيفستيشن. هنا هنا كلينيكال بيتش اوف كوز موجوده. هارت فيلير ليفر سيل فيلير نيفوتك سندروم. مفهوم ولا لا؟ عايز اقارن الكليل كابيتش هنا وهنا. هنا هايبر تيشو وديما بس ايه؟ نتيجه النيفروجينيك دايابيتس ورينا الاسكيب. هنا الهايبر تيشو وديما
في المجموعة دي اللي دي ماسيفير مجموعة هي ادرسوز هايبرتنشن ولا سي هنا في هايبوكاليما والكالوس هنا مفيش كليكال بيتش اوف كوز صح ولا لا هنا في كليكال بيتش اوف ذا كوز ولا لا ذاتس ات انفستيجيشن بقى ساعدوني يلا انفستيجيشن هنا زي هنا تعال نقول مع بعض تعال نقول مع بعض الصوديوم في الدم عالي سامع والبوتاسيوم في الدم والهيدروجين في الدم طب الصوديوم في البول والبوتاسيوم في البول والهيدروجين في البول هنا نفس الكلام اوكي كومون اكشن هنا نفس الكلام مع اولاد ولا لا ادوستيرو عالي في الاثنين ان ذا برودكت عالي في الاثنين صح ولا لا انفستيجيشن اوف كوز بقى هنا عملنا سي تي وسونار شفنا تيومر في السوبرينا لكن هنا هعمل ايكو هعمل رينال دوبلكس هعمل ليفر فانكشن تيست لكن عملت سي تي وسونار على الابدومن مش هتلاقي حاجه هو في هنا ورم مفهوم ولا لا ولا معايا فاضل حاجه هنا رينن عادي وهنا رينن عالجو انا من صوت الوطء ايه ريستريكشن وندي بوتاسيوم هندي هنا بوتاسيوم ارتادا ادوسين انتاجونست سبايونو وتراي امتين وامينو غايد بس هنا اولاد مش هعمل سيرجيكال ريموفا مفيش يوم اصلا ولا هعمل ايرد كل اللي هعمله ان انا اعالج الاندرلاين كوز اعالج الهارت فيلير الليفر سيل فيلير مفهوم ولا لا؟ وهنا اللي هيقولها لي هيبقى شاطر قوي هنا من حقك تدي ايس انهبيتور من حقك هنا تدي ايس انهبيتور لكن مش من حقك هنا هنا الايس انهبيتور بنديه لاي بتنجان بص يا الايس انهبيتور بنديه هنا ليه؟ هنا القصه باديه بغنن ولا لا؟ الغنن العالي اشتغل على الانجيوتنسينوجين طلع انجيوتنسين 1 وانجيوتنسين 1 هيتحول لانجيوتنسين 2 بانجيوتنسين كونفرتنج فلو انا قفلته مش هحاول يبقى مش هيطلع عضو لكن هنا التيومر كان بيطلع الالسيون دايركتلي لو اديت اس ان هيبت وتفق ده هنا غنن كان واطي اصلا حد فاهم حاجه؟ مين مش فاهم دي؟ من حقي ادي هنا اس ان هيبت لكن هنا لا قانون بين الاثنين التشارج هنا ايه؟ هنا ايه؟ هنا هنا ادي سيلوز وبارت ادي مجموعة حلو هنا الاثنين فيهم صوت الموتر بس هنا هاي بتنشو ودي ما هنا ايه؟ ليه ما مايل هنا الاسكيب زفت فينومينا ونيفروجينيك دايابيتس هنا هايبر تيشو اديما سيفير اثنين فيهم هايبوكاليم اثنين فيهم الكالوسس البرايم هيبقى فوش كلينيكال بيتش اوف كورس السكري فيه صح ولا لا؟ الانفستيجيشن الهرمون اكشن في الاثنين واحد هرمون ليفل واحد اند برودكت واحد لكن الانفستيجيشن اوف كورس هنا هعمل سي تي وسونار على قد ما هلاقي الورق هنا ايكو غينا دوبلكس هنا حلاقي غينا واطي هنا غينا ايه؟ الاثنين التريتمنت ان انا اعمل هرمون اكشن صح ولا لا؟ لكن هنا هعمل سيرجيكال موفر اوريتيشن هنا لا الاثنين حد فيهم ادوسيون انتاجونست هنا من حقي ادي ايس هنا مش من حقي نعم دكتور الاس انهبيتور مش كونترا انديكيتد في بايلاترال مش يونيلاترال لو بايلاتر مش حد في حاجات تانية نعم Why would I give aldosterone antagonists if I already give captopril? لو سرطان مال امه بالموضوع اتس ان 82 بلوكر علاقته بالموضوع عشان لو كنت راضي
هيقلل الارض سير نسخه ثانيه. طب امال ايه تدي ليه؟ اي بتنجان فاهمين حاجه ولا ها؟ استغفر الله العظيم على الخلق. اول هرمون اللي هو مين؟ الاستروجين. الزون اللي بعد كده اسمها زونا فاسيكيلاتا، دي بتطلع كورتيزون. طبعا انتوا سمعتوا عن الكورتيزون كتير. ماكو ايه في الباب؟ الزون اللي بعد كده زونا ايه؟ فاسيكيلاتا، بتطلع ايه؟ كورتيزون. الكورتيزون انتوا سمعتوا عنه كتير بس ما تعرفوش عنه اي حاجه. انتوا تعرفوا ان هو وحش بيقلل المناعه. ايه الحلاوه اللي فيه؟ ايوه ايه الحلاوه اللي فيه؟ وده حلو ولا وحش؟ لا حلو حاجه. الكورتيزون بقى اخر فرصه تعرف يعني ايه كورتيزون. وعيب قوي انك تبقى في سنه خمسه ومش عارف يعني ايه كورتيزون. اولا الكورتيزون السورس بتاعه طالع من ايه؟ زون ايه؟ فاسيكيلاتا سوبرينال كورتكس. ايه الاكشن؟ بصوا لي عشان تحفظوه بالطريقه اللي انا هقولها. ايه الاكشن اوف كورتيزون؟ الاكشن اوف كورتيزون بصوا لي هنا. اول حاجه الكورتيزون بيشتغل على مكونات الطفح. مكونات الطفح. انتوا بتتسمموا ايه يا اولاد؟ كربوهيدرات. بياكل خامينا هارديز. يا خرابي ده مين اللي بياكل هارديز؟ مين ده اللي بياكل هارديز؟ الله يرحمه الله يرحمه. كانت العنزه لبن وبعدين تتلف على الدداع. الله يرحمه. تاني يلا كربوهيدرات فاتس بروتينز مينرالز وفيتامينز. دي مكونات الاكل صح؟ الكورتيزون بيشتغل على دول. على الكربوهيدرات بيشتغل انتي انسولين. يعني ايه انتي انسولين؟ يعني ايه انتي انسولين؟ بص لي هنا. يعني هيعمل ايه في الجلوكوز؟ يزوده. ازاي؟ الكورتيزون بيزود الجلايكوجينوليسيس، تكسير الجلايكوجين. مع اولاد ولا لا؟ بيزود الاكتيفيتي اوف جلايكوجين بيك داون. مع اولاد ولا لا؟ الحاجة التانية بيزود جلوكونيوجينيسيس، تصنيع الجلوكوز فروم امينو اسيدز، فيخلي الجلوكوز في الدم. يعني يبقى اول فانكشن الكورتيزون ات از انتي انسولين. هيزود الجلوكوز في الدم طب اللي هتشربه فين؟ طيب ماشي معايا. لا الله يخليك الله يرضى عليك. لا انا بتكلم على حاجه ثانيه. المهم اقعد اهو. الكورتيزون بيشتغل على مكونات ايه؟ لا انا ما قلتش كده. مكونات طفح. انتوا بتتسمموا ايه؟ كربوهيدرات. الكربوهيدرات بيشتغل كانتي، بيزود الجلوكوز، بيزوده عن طريق بيزود الجلايكوجينوليسيس والجلوكونيو جينيس، يعني تصنيع الجلوكوز من امينو اسيدز. هيزود الجلوكوز في الدم. على الفات بيعمل ريديستريبيوشن. يعني ايه بيعمل ريديستريبيوشن؟ بصوا هنا. الكورتيزون ياخد الفات من اللبس يحطه في الفيس والترنك. الكورتيزون ياخد الفات من اللبس ويحطه في الفيس والترنك. بيعمل كده زي احنا بعد شويه ان شاء الله. بياخد الفات من اللبس ويحطه فين؟ يعني بيعمل ريديستريبيوشن. اعاده توزيع الفات. على البروتين بيشتغل كاتابوليك، بيكسر بروتينز.
بيكسر بروتينز في العظمه وما عليها. يعني بيكسر بروتينز في البون، فوق البون في ماسلز، فوق الماسلز في بلاد فيسلز، وفوق البلاد فيسلز في سبكوتينيوس. فبيكسر بروتين في البون في العظمه وما عليها. المينرالز ليه الدوستيرو لايك اكشن؟ المينرالز ليه الدوستيرو، يعني ايه الدوستيرو لايك اكشن؟ سودان ووتر، بوتاسيوم هيدروجين، الفيتامينز، انتي فيتامين دي. ركزوا معايا يا احمد، انتوا خدتوا في الاطفال ان فيتامين دي بيحصل له اكتيفيشن على مرحلتين. المرحله الاولانيه فيتامين دي بيبقى اكتيفيتد في الليفر، بتحول الى 25 هيدروكسي كوليكاسفور، وبعدين يروح للكيدني يتحول الى 125 داي هيدروكسي كوليكاسفور. مش كده ولا لا؟ مش خدتوا كده في الاطفال؟ انتوا الوحيدين ما خدتوش؟ زمان. طيب بصوا لي، الفيتامين دي بيحصل له اكتيفيشن في الليفر وفي الكيدني مع الولاد ولا لا؟ الكورتيزون بيمنع الاكتيفيشن في الكيدني. الكورتيزون بينهبت الانزيم اللي اسمه الفا 1 هيدروكسيليز. الكورتيزون بينهبت الانزيم اللي اسمه اللي هو بياكتيفيت فيتامين دي، فهو انتي فيتامين دي. لو خدتوا بالكم ابتدينا بانتي وانتهينا بانتي. ابتدينا بانتي انسولين وانتهينا بانتي، مش كده ولا لا؟ فعملنا كمان مجموعه انتيز. مجموعة ايه؟ انتيز. انتي انفلاماتوري وانتي الرجيك. بصوا بقى، انتي انفلاماتوري يعني ايه؟ انتوا عارفين لما بكتيريا تخش الجسم بتروح لها الماكروفاجز، وده اسمه كيموتاكسس، وتعمل فاجوسايتوز للبكتيريا، صح؟ وبتطلع سايتوكاينز عشان تنادي اخواتها الصيع لو فاكرين، وبعد كده بتطلع بوتيوليتيك تكسر البكتيريا. الستيبس دي كلها انهبيتد باي كورتيزون. الكورتيزون يمنع الكيموتاكسس ويمنع الفاجوسايتوزس ويمنع ريليس اوف بوتيوليتيك انزيمز ويمنع ريليس اوف سايتوكاينز، يعني يمنع كل الستبس اوف انفلاميشن. مش كده بيتقال عليه انتي انفلاماتوري؟ انتي الرجيك، صح؟ ما دام ما بيخليش انفلاماتوري بيديتوس تطلع يبقى اكيد بيمنع الالرجي. ما هو الالرجي ما هي الا انفلاميشن ولا لا؟ مش كده ولاد ولا لا؟ طيب الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه بصوا لي، الاي مع الاي اندروجينيك. يعني ايه اندروجينيك؟ يعني بيشتغل زي التستوستيرون. ليه تستوستيرون لايك اكشن؟ مفهوم هذا ولا لا؟ ابتديت بانتي انتهيت بايه؟ عملت مجموعه الاي مع الاي انتيز، فكان يبقى اندروجينيك. مفهوم ولا لا؟ الاي في الانجليزيه يعني حرف البي بول مال. بول مارو، البول مارو بيزود الار بي سيز وبيزود النيوتروفيلز. الكورتيزون بيزود الار بي سيز ويزود النيوتروفيلز ويقلل الايزينوفيلز وبيقلل الليمفوسايتس. بيقلل الايزينوفيلز وبيقلل الليمفوسايتس. معايا؟ بيزود مين يعني؟ ار بي سيز والنيوتروفيلز ويقلل. ده يفصل حاجه مهمه جدا، يفصل ليه هو انتي الرجيك، لانه بيقلل ايزينوفيلز. مش كده ولا لا؟ ما الايزينوفيلز هي اللي بتعمل الرجي. واضح؟ اذرز بيشتغل على المود وعلى الستومك وعلى البلاد فيسلز. ازاي بيشتغل على المود؟ الكورتيزون يا بيعمل السنس اوف ويل بينج. انا جدع، انا حلو،
بيحسن المود معايا، بيعمل السنس اوف ويل بينج. في معلومه مهمه قوي، الكورتيزون يا اولاد ليه سيركيديان ريزم بيعلي الصبح واطي بالليل، عشان كده كلنا بالليل بيجي لنا حاجه اسمها نايت دوم، نايت ديبريشن. كلنا الصبح تبقى صاحي متفائل، بالليل انتوا متشائمين اول ذا تايم. انا عارف بتكلم عن البشره العاديين، انتوا مش بشره وراء البني ادمين عاديين، بيبقى صاحي الصبح فريش حاسس الدنيا لطيفه، بس بالليل كلنا بيجي لنا نوع من انواع الديبريشن. في واحد سعودي عامل استادي لطيفه قوي، الاستادي دي عملها ازاي؟ قاس نسبة الدبريشن في الناس اللي بيصحوا يصلوا الفجر حاضر، وقارنها بنسبة الدبريشن في الناس اللي بيصلوا الصبح. عارفين الفرق ولا لا؟ لا في ناس ما تعرفش عارفين. I'm serious. الفجر حاضر يصحى يصلي الفجر، الصبح اللي هو بيصحى وقت ما يصحى يصلي. قارن نسبة الدبريشن بالاثنين، لا نسبة الدبريشن في اللي بيصلوا الفجر حاضر 3%، في الناس اللي بيصحوا يصلوا الصبح 27%. تفسيره للموضوع ده قال لك العيانين اللي بيصحوا يصلوا الفجر حاضر بيلحقوا البيك اوف كورتيزون، فعندهم احساس الويل بينج. وهذه النوعية من البشر عشان تصحى تصلي الفجر لازم تنام بدري، بيناموا بعد العشاء على طول قبل ما يجي لهم النايت دوم، قبل ما الكورتيزون يعملهم ديبريشن. فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلقك عشان تصحى تصلي الفجر وتتخمد بعد العشاء. ورسول عليه الصلاه والسلام قال لك تقوم الثلثين الاولانيين من الليل، الرسول يتنام الثلثين الاولانيين من الليل، وقال لك تقوم الثلث الاخراني. ليه اختار الثلث الاخراني وما خلاش الثلث الاولاني؟ مع ان اللوجيك انك تقوم الثلث الاولاني وتنام بقيه الليل لغايه الفجر، لان الثلثين الاولانيين دول هم اللي فيهم نايت دو. دي ستادي، والاكسبلانيشن بتاعها كان محطوط حسب حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وحسب وعيد الصلاه. العشاء لسه ما اتغداش، هتتخمدوا بعد كده ان شاء الله. انا موافق. انا واقف، ايه رايك؟ لا 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 بص لي انا تاني يا اولاد، الكورتيزون بيحسن الويل بينج، احساسك ان انت جرع حلو. الحاجه الثانيه غير المود، بيشغل على الاستابك، بيعمل ايه الكورتيزون يا اولاد؟ بيعمل حاجه مهمه قوي، الكورتيزون بيمنع تصنيع البروستاجلاندز. واحنا عارفين من الجي اي تي ان البروستاجلاندز هي اللي بتطلع الميوكس في المعده وبتحمي المعده من الاسيديتي. لما ادي كورتيزون هيمنع البروستاجلاندز فيمنع الميوكس، فالاسيديتي تعمل لك بيبتيك، عشان كده اللي بياخدوا كورتيزون بيجي لهم بيبتيك اصلا. مفيش بروستاجلاندز يبقى مفيش ميوكس، يبقى بيبتيك اصلا. مفهوم ولا لا؟ نعم. على البلد فيسلز بقى، اسمع دي، كورتيزون بيعمل سنسيتايزيشن اوف ذا بلد فيسلز تو ذا افكت اوف كاتكولامينز. يعني ايه يا حاج؟ كورتيزون بيزود السنسيتيفيتي اوف ذا بلد فيسلز تو كاتكولامينز، يعني كورتيزون بيخلي بلد فيسلز تستجيب للكاتكولامينز احسن. والكاتكولامينز انتوا عارفين ان هي بتعمل في البلد فيسلز فازو كونستريكشن. فلما بيدي عيان كورتيزون الفاز كونستريكشن يبقى ايه؟ عالي. عشان كده ساعات في عيانين الشوك يدوهم كورتيزون. كورتيزون increases sensitivity of the blood vessels to catecholamines. يعني in the presence of cortisone, catecholamines will work effectively. يعملوا فاز كونستريكشن. فالعيان الشوك لما انا اديله كورتيزون الكاتكولامينز اللي فيها هتعمل فاس كونستريكشن اقوى. البلد بريشر يعلى ولا لا؟ عشان كده ساعات في عين الشوك تبقى بيدي كورتيزون. ما سمعتش الكلام ده قبل كده؟ لو اديت كاتكولامينز بتعمل فاس كونستريكشن كده، في وجود الكورتيزون بتعمل كده.
تعمل مور باورفل فاس بوزيشن. مفهوم ولا لا؟ طب هم الله هقول لكم المعلومه دي ازاي بقى اللي جايه تضطين. بص يا يعني عايز اقول ان الكاتكولامينز بتشتغل في وجود الكورتيزون احسن على التيشوز. مفهوم ولا لا؟ في عندنا حاجه اسمها بيتا 3 ريسبتور موجود على الفات سيلز، عندنا بيتا 1 دي موجوده على الهارت، وبيتا 2 موجوده على البلاد فيسلز والبنكاي، بيتا 3 على الفات سيلز. لما بنعمل اكتيفيشن لبيتا 3 بتعمل لايبوليسيس. حلو الكلام. يعني الكاتكولاميز لما نشتغل على بيتا 3 تعمل لنا ايه؟ بصوا لي هنا، لما بنشتغل على بيتا 3 بيحصل ايه؟ عدد البيتا 3، عدد البيتا 3 ريسبتورز في الليمس اكتر من ترانك. فبالتالي الكورتيزون هيخلي الكاتكولاميز تشتغل احسن ولا لا؟ هتشتغل على الليمس اكتر، تعمل لايبوليسيس اكتر. فالفات يروح لمين؟ ترانك فيس، عشان عدد البيتا ريسبتورز في الليمس اكتر من ترانك فيس. ايه ولا كل الكلام ده فيسيولوجي. احنا اتكلمنا عن اكشن. حد عايز يتكلم معايا على الريجوليشن؟ اكيد حد عارف الريجوليشن بتاع الكورتيزون ازاي؟ بولاكتين هافا بول. عايزين نتكلم على الريجوليشن اوف كورتيزون. ده انتوا الانهبيتر اداكوا فيسيولوجي، انتوا ضايعين فيسيولوجي. بصوا معايا يا ولاد ازاي نعمل ريجوليشن الكورتيزون. بصوا لي، لما بيتعرض لستريس الستريس بيأكتيفيت الهايبوثالامس. الهايبوثالامس بيطلع حاجه اسمها ACTH ريليزنج فاكتور. ACTH ريليزنج فاكتور يروح للبيتيوتري، والبيتيوتري يطلع لك ACTH، والACTH يروح للسوبرارينا عشان يطلع منها كورتيزول. تاني ستريس يأكتيفيت مين؟ الهايبوثالامس. الهايبوثالامس طلع ACTH ريليزنج فاكتور، ريليزنج فاكتور. فالـ ACTH ريليزنج فاكتور بيطلع لك ACTH. منين؟ الـ ACTH يشتغل على السوبر هنا يطلع ايه؟ فترد يلا. الكورتيزون لما بيعلى بيعمل فيدباك انهبيشن على ده وعلى ده. الكورتيزون لما بيعلى بيعمل فيدباك على الـ ACTH والـ ACTH ريليزنج. ركزوا معايا عشان المعلومة دي مهمة جدا. وقلت لكم قبل كده ان الكورتيزون بيطلع الى السيركيديان يبقى عالي الصبح الساعه 4 ويوطى بالليل. مفهوم ولا لا؟ في معلومه بقى بمليون جنيه. بص معايا كده، الاي سي تي اتش طالع منين؟ الاي سي تي اتش لما بيطلع من البيتيوتري ما بيطلعش لوحده، بيطلع ماسك فيه حاجه اسمها ام اس اتش، ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. ده بيعمل هايبر بيجمنت يعني ما يطلعش اس تي اتش وحده، لازم يطلع معاه ام اس اتش، لازم في بعض. ويطلع معاه اوبيكس مخدرات. والجسم فيه مخدرات؟ اللي هم مين؟ الكيفالنس والاندورفينز. فخدوا بالكم، طب يطلع الاس تي اتش ما يطلعش لوحده، يطلع معاه ام اس اتش وايه؟ اوبيكس. المعلومه دي اهميتها في ايه؟ ان اي عيان هيطلع اي سي تي اتش كتير يبقى هيطلع ام اس اتش كتير ولا لا؟ وما دام بيطلع ام اس اتش كتير يبقى عنده هايبر بيجمنت. فاي عيان بيطلع اي سي تي اتش كتير بيبقى عنده هايبر بيجمنتيشن. المعلومه دي هنستفيد منها. اي واحد بيطلع اي سي تي اتش كتير يبقى هيطلع ام اس اتش كتير، مش كده ولا لا؟ يعني اي عيان بيفرز اي سي تي اتش كتير هيبقى عنده هايبر بيجمنت. المعلومه دي مهمه جدا. مع اولاد الحاجه الثانيه بقى الاند برودكت.
الكورتيزون بيكسر حاجه اسمها اوكسيستيرويد. اسمها ايه؟ اوكسيستيرويد او بيسموها 17 كيتوستيرويد. الكورتيزون بيكسر في الليفر الى اوكسيستيرويد او بنسميها 17 كيتوستيرويد وتنزل في البول. الكورتيزون راح للليفر بيكسر ودول ينزلوا فين؟ في البول في اليويد. مفهوم ولا لا؟ معايا؟ طيب ركز معايا بقى، ركز معايا دي يا اخي، بصوا لي هنا ولا لا؟ احنا كده اتكلمنا عن الفسيولوجي ولا لا؟ ايوه. انتوا هتموتوا؟ اتكلمنا عن ايه؟ يلا السورس سوبرهينا زون ايه؟ سكيلات. سكيلات اكشن بيشتغل على مكونات طفر، على الكربوهيدرات، على الفات، على المينرالز، على المينرالز كاتابوليك، على تصير لايك اكشن، على البروتين، على الفيتامينز. ابتدينا بانتي وانتهينا بانتي، فعملنا مجموعه انتي انفلاماتوري انتي اليرجي. الايه مع الايه؟ اندروجينيك. الايه في الانجليزيه ليها يبقى بون بيزود الار بي سيز ونيوتروفيلز ويقلل ايزينوفيلز والانفوسايت. اذرز بيشتغل على المود، الستومك والبلس ريجوليشن، ريجوليشن ستريس ستيميليت، طلع اي سي تي اتش ريليزنج فاكتور، اشتغل على البيتيوتر يطلع اي سي تي اتش، اشتغل على السوبر هنا يطلع كورتيزون، كورتيزون يعمل فيدباك على الاي سي تي اتش والاي سي تي اتش ريليزنج فاكتور. وقلنا ان الكورتيزون بيطلع الى سيركيديان، قلنا الاي سي تي اتش ما يطلعش لوحده معاه ام اس اتش. الاند برودكت اسمها 17 كيتوستيرويد. مفهوم؟ دكاترة الديزيز اسمه كوشين، سمعتوا عنه اكيد وخدتوه في الاطفال اكيد، ننسى خالص اللي خدتوه في الاطفال، ننساه تماما. انا هعتمد عليك اعتماد كلي بقى في الكوشين. لا امجعد امجعد. لا والله والنبي الهديل الله يرضى عليك اللي بره ده، انا مش اشرف. اشرف ايه يا اخي؟ الولد لا مش محمد. بصوا لي هنتكلم على كوشي، ركزوا معايا مش عايز غابة. كوشي يعني كورتيزون ايه؟ الايتيولوجي ادينوما هايبرفليزيا. ادينوما ايه؟ هايبرفليزيا. بس ركزوا معايا الله يرضى عليك، ركزوا معايا الله يرضى عليك. ممكن امسح الجزء الفوقاني ده؟ الفسيولوجي بس. الايتيولوجي هيبقى ادينوما او هايبرفليزيا اوف سوين، هيبقى ايه؟ ادينوما او هايبرفليزيا اوف يبقى سوبرين، هيبقى فيها ادينوما او هايبرفليزيا. ده اسمه كوشينج سندروم. اسمه ايه؟ كوشينج ايه؟ سندروم. ركز معايا بقى دي احد. طيب يبقى عندك ادينوما او هايبرفليزيا، ايه اخبار الاي سي تي اتش؟ شفت الغباء؟ تيومر في السوبرين هيطلع ايه؟ كورتيزون. الكمية الكبيرة في الكورتيزون يبقى ايه؟ الكورتيزون بيعمل ايه على الاس تي اتش؟ فيدباك. الاس تي اتش يبقى واطي. مين اللي بيقول عادي؟ عادي. لا واطي حضرتك. مش قلنا بيعمل فيدباك انهبيشن؟ مش كورتيزون كان بيعمل فيدباك انهبيشن؟ يبقى عادي ازاي؟ يبقى الاس تي اتش هيبقى ايه؟ واطي. وده اسمه كوشنج ايه؟ ماشي معايا؟ ممكن اعمل كوشنج بطريقه ثانيه؟ ياخد من بره ممكن اعمل ادينوما او هايبربليزيا بس في البيتيوتري.
لو عملت ادينوما او هايبربليزيا في البيتيوتري، البيتيوتري هيطلع لك اي سي تي اتش بكميات فيخلي الكورتيزون، وده يسموه كوشن ديزيز. لكن اسمه كوشن ايه؟ وهنا كوشن ديزيز. كوشن سيندروم دي مشكله في السوبرينا، كوشن ديزيز ده مشكله فين؟ في فرق الاثنين الكورتيزون فيهم عالي الاثنين، بس هنا اي سي تي اتش مش سامع، وهنا عالي. يبقى ده عنده هايبر بيجمنتيشن، ده ما عندوش. مفهوم ولا لا؟ هيبقى ده عنده ايه؟ لكن ده ما عندوش. اي سي تي اتش هنا ايه؟ نو، ذا بروبلم هنا ان ده تيومر في البيتيوتري، هو اللي بيطلع الاي سي تي اتش، هو اللي بيطلع كورتيزون، كورتيزون عادي ما يقدرش يعمل فيدباك انيبيشن على تيومر. هيقلله اه بس مش هيوقفه. مفهوم ولا لا؟ مين يا ولاد اللي هيبقى عنده هايبر بيجمنتيشن؟ واضح؟ مين الموست كومن كوز للكوشي؟ الديزيز ولا السندروم؟ الديزيز. اللي يعمل كوشي اكتر هو البيتيوتري بروبلم مش السوبرينا بروبلم. اشمعنى يعني ليش؟ ده فاين. 60% من العيانين الكوشي عندهم المشكله دي. اللي اشمعنى؟ مفهوم ولا لا؟ في سبب تاني يعمل كوشن؟ اه ان العين يبقى واخد كورتيزون من بره، وده يسموه كوشينويد. واحد مثلا عنده بونكيال ازمه وبياخد كورتيزون، مفهوم ولا لا؟ ايه؟ اه ماشي. اي واحد زي اي حاجه، مش كده بس؟ لا صح، بس مش كده بس. زي على ليفر بياخد كورتيزون، زي على بولمو بياخد كورتيزون. بالظبط، اميون سبريسنت يعني، بياخد كورتيزون وخلاص. ده يسموها كوشينويد. لكن في حاجه غجر انتوا خدتوها اسمها بونكوجينيك كارسينوما. كانت بتطلع اي سي تي اتش. بقى مالجنس. السؤال اللي جه في الامتحان. ايه ده خمس علامات؟ كل الانترو والاكسترو والجواب مين مثلا؟ يا باشمهندسين يا دكاتره. تاني ريتشارجي كان اربع حاجات: كوشين سيندروم، ديزيز اكسوجينس كورتيكوستيرويدز، وكوشينويد اللي هي اسمها كوشينويد، واكتوبيك اي سي تي اتش بروديوس باي بونكوجينيك. اقسم بالله اللي هشوفه بيبص في الكتاب هخرم عينه، ومين مسؤول عنه امام الله؟ ماشي، خليني البح حد بيبص في الكتاب. يمين مسؤول عنه قدام ربنا، ما نشوف هنفذ يمين ولا لا. هنبتدي بالكلينيكال بيتش. اول حاجه ايه؟ هرمون اكشن. بص كده، هرمون اكشن حوله ازاي؟ بص هنا، اللي عنده دايابيتس صح ولا لا؟ هيبقى الجلوكوز عنده في الدم. اللي عنده هيبقى عنده ثين ليبس، الترانك اوبيس، ومون وبافلو هاب، حتى بيسموه سامبوكس شيت اوبيس. واضح؟ بعدين عالبروتيز هيكسر البروتين فين؟ في البون، يعمل اوستيوبوسس، يعمل لك بوني اكس وباثولوجيكال فراكشرز. هيكسر البروتين في المسلز، يعمل مايوباثي. هيكسر البروتين في الوول بتاع البلاد فيسلز، يعمل لك بيبلا بلاد فيسلز فرقع، تعمل بيني. هيكسر البروتين في السب كوتينيوس تيشو، يعمل لك ديلايد هيلينج اوف وولز. مفهوم ولا لا؟ وكمان لما يكسر البروتين في السب كوتينيوس تيشو يخلي السكين يبقى ثين، فتشوف الكلر بتاع البلاد فيسلز تحت السكين شكل خطوط حمراء استرايا روبرا. مفهوم ولا لا؟ هنكسر سوري على المينرال اوديسيو لايك اكشن، اعمل سولت اند ووتر، اعمل هايبرتنشن ريتين،
شكرا لا ويعملها هايبوكاليميا والكالوزس اللي تعملك تيتاني نفس اللي خدناه هيعمل لي اوستيوماليشيا في الادلتس ويكيدز في التشيلدرن مش انتي فيتامين دي خدي العين لايبل فول انفكشن اندوجين لو في ميل هيحصل مشاكل ممكن ما نشخصهاش في مصر يحصل لها هيرش وتسم يبقى عندها هير يعني طلع شنب وده العادي مين قال العادي؟ ده مين قال العادي؟ مين معا؟ طب لما هو عادي مش طالع لك ليه؟ محدش ينطق غير انا الميل يبقى اقرع يس اكسس اندروجين يعمل بولدنس يعمل صلع اكسس اندروجين از نوت ا جود ثينج يعمل بولدنس ويعمل اسبرماتوجينيسيس انا اسف مش عايز اقول الكلام ده عمل كتابة يعني بص عايز اقول لك ان اللي هما بيلعبوا جيم لا لازم اقعد معاك في حاجات انت مش فاهم اشرحها لك لا ما انا هقعد معاك لا لا اصل لا واضح ان لازم اقعد معاك هجيب لك معاك كتب فيها صور وكده انت ما بتفهمش يا موسى كم يا ولا اقول لك معلش يا بنات سامحوني خلاص انا حواريك بقى عشان اخليك ما تعرفش تخش كليه هخليك تعلق اتلم بدل ما لمك النيل يبقى عنده بولدنس واسبرماتوجينيسيس عشان كده ولاد حكايه الاندروجين اللي بيتاخد في الجيم ده مسخره في ناس في الجيم المدربين بيضحكوا عليهم ويدوهم اندروجين دي مسخره عشان ينفخ العضلات العضلات هتتنفخ وانت هتتنفخ معاه على فكره على فكره بصوا ولاد معظم اللي بياخدوا اندروجين في الجيم هتلاقي شعر واقع هتلاقي قرع ده من اكسس تستوستيرون ويبقى عندهم اسبرماتوجينيسيس انفيرتيليتي فدي مسخره انك عشان تنفخ عضلاتك وتمشي بيهم كده طب وبعدين مفهوم ولا لا فاللي بيلعب منكم جيم يتقال له خد اندروجين خد جوف هرمون اوعى اتس فيري كومن ان هم يطلبوا منكم ان انتوا تاخدوا الحاجات دي فيري كومن نعم شلون تقول لك اكشن؟ يصير. ضربت 7 اب؟ يا ابني. باشا. ضربت 7 اب؟ ولا حاجة سهلة. أي تنج، شربوني أي حاجة. زيارة أنا جاي زيارة أصلاً. أنا عادة بشرب ده أنا بشرب بيبسي ولا بشرب إيه؟ أي كوكتيل؟ ليمون ليمون. لا ماشي بس انا مش عارف ارد لان المفروض يبقى فيه ريفلكسز لكن ايه بصوا معايا كده يا ولاد تاني الميلز هيبقى عندهم بولدنس وسبرماتوجينيس فيميلز هيرشوتيزم وعاملوية وانفيرتيلتي الحاجة التانية بقى هتزيد الار بي سيز ولا لا؟ طبعا تخلي العين وشه بليثوريك احمر عشان كده بيقولوا عليه مون فيس بيقولوا عليه زي القمر وشه تخين وخدوده حمرا بص على الصورة شايفين الصورة ولا لا؟ أولا دي البافلو هام شايفينها ولا لا؟ شايفين ده أنا جايب لك صورة بقفاها كمان دي البافلو هام
شايفين الحته دي اسمها سكاي جوبرا ليتو الخطوط الحمراء شايفينها ولا لا؟ واضح؟ دكاتره معايا؟ بصوا لي هنا بقى الاي بي سيز هتزود الاي بي سيز تعمل بلثرة وشه يبقى احمر عشان كده بيسموه مون فيس على المود يبقى عندهم سوينج مودز يعني ايه سوينجز؟ يعني alternating ما بين depression و euphoria يجي لهم peptic يجي لهم hypertension هرمون اكشن ليش ما يقدروا عطول مبسوطين عشان الكورتيزون عشان حاجة زيادة مش كويسة الاستروجين زيادة بيعمل عملوية يعني لو الاستروجين لو ادينا واحدة استروجين هتحلو هتبقى مون فيمناين مفهوم الهاد ولا لا؟ دكتور الهام بتتكون ازاي يعني؟ فات مش معقولة بنسيت معاه ولاد ولا لا؟ دكاترة هتسمعوا معاه على فكرة الكلام ده كله تاني ان شاء الله يعني بصوا لي انا بقى ولا بصوا لي انا بصوا زفت هنا احنا قلنا الهرمون اكشن فاضل كلينيكال بيتش بتاعت ايه؟ كوز دخل عليك عيان في العيادة سيادتك شخصته كوشي عايز تعرف المشكلة في السوبرينا ولا في البيتيوتر ولا عايز ياخد كورتيزون من بره ولا بونكوجينيك كارسينوم اول حاجه تسال العيان بتاخد كورتيزون ولا لا قال لي لا استبعد انه بياخد كورتيزون هسال اذا كان حصل له هايبر بيجمنتيشن ولا لا لو عنده هايبر بيجمنتيشن يبقى بيتيوتر لو ما عندوش ولو المشكله بيتيوتر برضه العين يبقى عنده manifestations of increased intracranial pressure لو في تيومر في البيتيوتري هيبقى عامل لي بيجمنتيشن وانكريز بس خدوا بالكم عادة التيومر ده بيبقى صغير بتاع البيتيوتري فعادة ما بيعملش انكريز intracranial pressure كونه يعمل انكريز intracranial pressure manifestation ده غير انه عادة بيبقى مايكرو ادينوما مفهوم ولا لا؟ دكاترة بالله عليك بتبص في الكتاب investigation عايز اعود مخكم يشتغل investigation جلوكوز في الدم ايه فات ما لهاش investigation بيتشال من حته اتحط في حته بروتين ايه رايك نعمل اكس راي سيبروسس ايه رايك العيان ده نعمل له bleeding time ايه بولونت مش كده ولاد ولا لا ايه رايك العيان ده نعمل التستيرون في الدم هلاقي ايه؟ بوتاسيوم في الدم. والهيدروجين في الدم. ايه اخبار الكالسيوم في الدم؟ واطي ولا لا؟ دول ما لهمش انفستيجيشن. دول ما لهاش. دي ما لهاش. لكن بول مارو حلاقي الار بي سيز. عاليه. والنيوتروفيلز. عاليه. والايزينوفيلز. والليمفوسايتس. دي ما لهاش دي ما لهاش دي ما لهاش. مش ممكن اعمل اندوسكوبي عشان اعمل يا حبيبي. موافق تماما والله مش معترض صح؟ اعمل الدوسك عشان بيبتك اصلا ما عنديش مشكله. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ بس لو هو بيشتكي يعني. ده هرمون اكشن. هرمون ليفل. كورتيزون يبقى ايه؟ اول علامات الكوشن لوس اوف سيركيديان ريزم. اول علامات ايه؟ لوس اوف يعني اول علامات في الكوشنج ان تلاقي الكورتيزون عالي الصبح وعالي بالليل المفروض يبقى عالي الصبح وايه اللي بالليل اول علامات ان العيان دخل في الكوشنج ان تلاقي الكورتيزون عالي الصبح وعالي بالليل عالي وعالي نصف سكيرم ماشي عايز اقول لكم على حاجه فيري ريسنت بس يعني هي الماجستير مش ليكم الكورتيزون يا ولاد ماشي في الدم يا اما في كورتيزون يا اما بتشال على القلب بتشال على البروتين يعني مين اللي بيشتغل؟ الفري فاللي يهمنا الفري ولا البعض؟ الفري عشان يقيس الفري دلوقتي ما بيقيسوش سيرم كورتيزون بيقيسوا سليفري كورتيزون او يورينري كورتيزون دول بيندكيت الفري كورتيزون اكتر الكورتيزون ماشي في الدم فري او ماسك على بروتين معايا
لو انا عايز اقيس الفري كورتيزون الدم لما يوصل الجلوميرس هل اللي بيتشال على البروتين يعدي؟ مين اللي هيعدي؟ الفري. فاللي في البول يمثل فري كورتيزون. This is something else. I'm measuring cortisol now. I'm measuring the hormone itself. The cortisol in the urine is more indicative of free cortisol than the serum. مفهوم؟ اللي انا عايز يعرف. دي معلومة ماجستير. عشان يبقى في ريزرفوار. عشان لو كله فري كله هيشتغل تبقى كارثة. يبقى عندك بازون 10 ساعات الستريس. دكاترة. المهم ان لما حد سالني في اللي فات الحته اللي قلت عليها مش مهمه كله بقى انترستد بغض النظر ده الهرمون ليفل الهرمون اند برودكت اسمه ايه؟ 17 خليها في اليوين عادي نيجي بقى الانفستيجيشن اوف كورس وركزوا معايا هنا بصوا هنا ولا نتكلم عليه دلوقتي بصوا ايه اللي بنعمله دلوقتي هقوله بصوا لي سيب الكتاب ايه اللي بعمله عشان انفستيجيت الكورس بقيس الاي سي تي اتش بقيس يا ولاد ركزوا معايا الوضع عليه سيب الكتاب سيب الزفت بقيس ايه لو لقيت الاي سي تي اتش عالي يبقى المشكلة ايه؟ هعمل سي تي وام ار اي على البيتيوتر لقيتها نورمال اعمل سي تي لا ما هو الاي سي تي اتش عالي ساعتها اعمل سي تي على تشيست مفهوم ولا لا؟ اي سي تي اتش عالي بيتيوتر سي تي نورمال سي تي تشيست حطها في تلك حطها في تلك شفت لك عشان انا خلاص خلقت مع اولاد لو الاي سي تي اتش واطي يبقى المشكله فين؟ سوبرين هعمل سي تي وسمع سوبرين هل فاهم حاجه؟ ايه؟ عشان بوكوجين مش البوكوجين بيطلع اس تي اتش مين عايز يسال؟ ها؟ هنعمل ايه تاني يا ولاد؟ اي سي دي اتش لقيته عالي بيتيوتري سي تي وام اي طلعت نورمال سي تي اتش طب لو لقيت الاس تي اتش واطي هعمل سي تي وسمعها سوبرين شوف فيها تيوما ولا لا مفهوم؟ ده اللي احنا بنعمله دلوقتي لكن في تيست والكارثه اللي انا مضطر اشرحه لكم تخيل الخلقه دي اشرح لها الدكسة اميتها زون سابريشن تيست شوف الشعر المنكوش بقى بص استغفر الله العظيم مالك فين طب ايه يعني من الصبح صحيح ما البشر كلها بتصحى من الصبح احنا عشان كورتيزون احنا صار قليل هو مش كورتيزون بس اللي عندكم ده بص يا ابني هنخلص دي ونخلص الزوم الثالثة مش هنمشي ولا انت اسكيزو فين يا ما تقول لي ليه هاو يو وبعدين تطلع يقول لي عايزين نمشي عايزين نمشي بسرعه ما نلحقش يا دكتور محمد خلص مش ممكن يعني بصوا لي يا ولاد في تيست مكتوب في الكتب كلها ان it is the golden standard to diagnose Cushing يعني هو الاساس وكلنا ما بنعملوش اقول لكم كلكم دلوقتي وانت تعرف ليش مع انه مكتوب ان all books it is gold standard اسمه ديكسا ميثازون سبريشن تيست بصوا انا هشرحه واللي هيبص في الكتاب هو حر مع نفسه اسمه ايه؟ ديكساميثازون سبريشن
الديكساميثازون يا اولاد ده كورتيزون صناعي. كورتيزون ايه؟ صناعي. اسمه ديكساميثازون. بصوا لي هنا وسيب الكتاب. لو انا كبني ادم نورمال سيادتك اديتني ديكساميثازون اديتني ايه؟ ديكساميثازون هيعمل ايه على الاس تي اتش عندي؟ مفيش ولا لا؟ يوم الكورتيزون اللي انا مطلعه من جوه يحصل له ايه؟ مش سامع. تاني انا بني ادم طبيعي اديتني انت ديكسا اللي هو كورتيزون صناعي هيعمل في الاي سي تي اتش نبش يوم الكورتيزون اللي طالع من جوه يقل. يبقى انت لو اديتني ديكسا ميثازون ولقيت الكورتيزون قل يبقى انا بني ادم نورمال. موافقون؟ موافقون. طب لو ما قلش يبقى انا كشي. تروح واخدني انا كشي تروح مديني ديكسا ميثازون بدوس عاليه جدا دوس كبيره قوي. مع ولاد ولا لا؟ لو انا مشكلتي بيتيوتري الدكتور بيزازون بكميات كبيره قوي هيروح للتيومر يهده شويه. مع ولاد ولا لا؟ لو انا مشكلتي ايه؟ مش سامع الديكساميثازون هيروح للتيومر يعمل له ايه؟ سبريشن يوم الكورتيزون عندي يقل شويه. لكن لو انا سوبرينا تيومر في السوبرينا بيطلع كورتيزون هتفرق لو اديت ديكساميثازون بارت؟ فانت لو اديتني ديكساميثازون والكورتيزون قل يبقى انا بتيوتري تيومر. لو ما قلش يبقى التست بيتعمل على مرحلتين يا ولاد. المرحله الاولانيه اسمها اللو دوز تيست. اسمها ايه؟ لو دوز. بتدي نص ملي جرام كل ست ساعات ديكساميثازون لمده 48 ساعه وتقيس قبل وبعد. لو الكورتيزون قل يبقى انا بني ادم ايه؟ نورمال. نورمال. لو ما قلش كوشي. تاخد عين الكوشن تعمل له الهاي دوز تيست تديله 2 ملي جرام اربع اضعاف الجرعه كل ست ساعات لمده 48 ساعه وسيس الكورتيزون قبل وبعد. لو قل يبقى بيتيوتري لو ما قلش بس لو خدتوا بالكم التيست كده اتعمل على اربع ايام ولا لا؟ اه ذس تو ماتش ذس تو ماتش. زميلكم رد عليا رد منطقي جدا قال لي ليش ما تقيس الكورتيزون؟ قلت له ما انا قسته من التو ستيبس قبل كده احنا بنشخص القوس دلوقتي يلا. احنا شخصنا القوس ما خلاص بقى. فدلوقتي القوس ده ملوش معنى انه بياخد كم يوم عشان يتعمل؟ اربع ايام. اما اقيس الكورتيزون ليفل لقيته عالي يبقى كوشي. واقيس الاس تي اتش بعد كده وحدد القوس وخلصنا. ايه وجع القلب ده؟ ما حدش بيعمل. في حاجه بقى مهمه بص عملوا موديفيكيشن للتست عشان يخلوه اسهل. قال لك بدل ما نعمله على اربع ايام هنعمله على يومين بس. يوم نعمل فيه لو دوز يوم نعمل فيه هاي دوز. واللو دوز قال لك بدل ما تدي نص ادي 1 ملي جرام وقيس بعد 12 ساعه. والهاي دوز قال لك بدل ما تدي 2 ملي جرام ادي 8 وقيس بعد 12 ساعه. يسموه اوفر نايت تست. اسمه ايه؟ اوفر. يعني اللو دوز كنا بنعمله على مدى يومين والهاي دوز يومين. قال لك لا هنعمل ده على مدى 12 ساعة وده على مدى 12 ساعة. بس نزود الدوز هنا ونزود الدوز هنا. بدل ما كنا بندي نص هندي ايه؟ وهنا بدل ما ندي 2 ندي 8 ملي جرام. التست اوريدي ما حدش بيعمله ولا وين بقول لكم الكتب كلها كاتبه ان هو جولدن ستاندرد. حد فاهم اي اطراف؟ سمع كوشين من اول. سمع كوشنج الاول ادينوما هايبرپلاسيا الاول ادينوما هايبرپلاسيا ادينوما هايبرپلاسيا فين زون فيستيكولات سوبرين وده يسموه ادي سوي كوشنج سامع في حين لو في البيتيوتري الفا اي سي تي اتش عالي فين في الديزيز في ديزيز هو بيتيوتري. مين المون كومن الديزيز ولا السيندروم ديزيز معايا؟ في اسباب تانية؟ جينيك سينوما و كوشيروي بياخد من بعض مفهوم؟ معايا؟ كلينيكال بيكتش اول حاجة هرمون اكشن يلا هيجي لك يقول لك هايبر جلايسيميا هيبقى عنده ايه؟ دايابيتس ها بفلو هاف وترانكال اوبيزيتي ومون فيس وثين ليبس اوستيوبوسيس وقلنا اكس وباثولوجيكال مايوبس
بونز وسترايا غبا معايا غير يعني هاي الصوت الووتر يعمل لك هايبرتنشن وايه اديما وديم وهايبوكاليميا وانكلوزس ها مش مانيش شويه ما فيش ما يشيلك الكيس لابيلتي فوق انفكشن ما فيش في الانفستيجيشن مش في كلينيكال بيكتشر اندروجينيك في الفيميلز شو تيزم ومن وين والميلز بولدينج اند بولدنس اسبرماتوجينيسيس اسبرماتوجينيسيس يعني انفيرتيليتي اللي بعده ليثرا ريد ما هو ريد فيس والقرد برضه بيبقى عنده ريد فيس مود سوينجز مود سوينجز هايبر تنشن بيبتيك ده الهرمون اكشن طب ازاي كريك بيتش اوف ذا كورس لو بيتيوتري هيبقى فيه بيجمنت انكريس التوكيلا بريشر صح لو كريشينويد هيبقى عنده هيستوري اوف انتيك اوف كورتيزون انفستيجيشن يلا ها كلوكوز دي ليه انفستيجيشن ما تقول دي هلا هنا اكس راي هنعمل بليدنج بلاد فيسل هنعمل بليدنج تايب بي تي ايه بقى اي بتيجي الصوديوم في الدم بوتاسيوم في الدم هيدروجين في الدم والعكس في اليوريا كالسيوم ما فيش هلاقي ار بي سيز عاليه ونيوتروفيلز عاليه ايزينوفيلز عاليه اذا بدكم اعمل اندوسكوبي نعمل اندوسكوبي مفهوم؟ ابوس ايدك بعد كده هرمون ليفل كورتيزون ايه؟ واول علامات الكوشن لوس اوف سيركيتيان ليفل مفهوم ولا لا؟ وبنقيس دلوقتي في كورتيزون في اليورين. هرمون اند برودكت. 17 كيلو سيرات في اليورين عالي. انفستيجيشن اوف كورس نعمل اي سي تي اتش. لو كان عالي سي تي على البيتيوتر طلعت نورمال طلع واطي. لكن في تيست بيتعمل اسمه ديكسا ميثازون سبريشن تيست في لو دوز. اللو دوز بتفرق بين النورمال والكوشي والهاي دوز بتفرق بين البيتيوتري والكوشي السوبرين والكوشي بعد كده نعالج بقى بصوا كده يا ولاد نعالج وناخد بريك في حد موافق؟ بعد ما نخلص تريتمنت نعالج هرمون اكشن ها ندي انسولين ونقلل الكربوهيدرات هديله هاي بروتين دايت غلطه هاي بروتين دايت مينرالز تعمل ايه في المينرال؟ ايه المينرال قبل؟ هنقلل الصوديوم والووتر وندي بوتاسيوم وهيدروجين نديله فيتامين دي وكالسيوم افويد انفكشن اندروجينيك مش عامل لها حاجه تحرق دهنها انا مال اهلي البون هو مش هقدر اعمله حاجه هنا اديله ريتيدين عشان بيبتك اديله انتي هايبرتنسي فهمتوا ولاد ولا لا؟ كده عالجنا الهرمون اكشن اكشن مش كده ولا لا؟ نعالج الكورس هتبتدي ابني البتاع الهرمون الموت مكيف هيجيب الموت ازاي؟ وايرلس هو الموت نعم والله
فكات اعملوا حساب غالبا غالبا ان شاء الله ولا بعد ما خلصت فيه لا ما خلص الاسبوع ده هنخلص. كان في ملك مصري عظيم كان اسمه الملك احمص مشهور جدا. بصوا لي يا اولاد مع اولاد هبحكي لك قصه حياته بعدين. عايزين نعالج يلا ولا لا بقول لك لا مش عارف بس في ايه عفوانين للدرجه دي نمشي لا لا لو عفوانين من ام الدرس ده نمشي لكن ما تقعدوش تعملوا لي كده لا بصوا معايا سيفت هنا عالجنا هرمون ايه؟ اكشن عايزين نعالج ديزيز اتسيلف ده هرمون زيل ولا ناقص؟ ها سيرجيكال ريموفر ريديشن اتاكس بصوا لي لو مشكله بيتيوتر لو مشكله في البيتيوتر هنعمل يا اما سيرجيكال ريموفر يا ريديشن يا اتاكس ركز معايا قوي السيرجيكال ريموفر للبيتيوتر تيومر زمان كان يعملوا ترانس كرينيال ابروتش يعني ايه؟ يفتح الاسكال عشان يجيب التيومر بس دي مصيبه لان البيتيوتر في البيز اوف ذا سكال يعني كان لازم يزق البرين على جنب فاهمين ولا لا؟ عشان يوصل التيومر which was very difficult and very dangerous دلوقتي بنخش بالمنظار بيخش بالمناظير من المناخير عبر البرابير على روف اوف ذا نوز يجيب التيومر ويخرج بيه على فكره ما فيش غير اربعه في مصر اللي بيشتغلوا القصه دي أربع تنفار هما اللي بيشتغلوا الترانس سيفينويدال ريسكشن اوف ذا تيومرز بالمناظير أربعة في مصر تخيل بقى في حتة تانية مفيش مفيش بمعنى مفيش اندوسكوبيك نيورو سيرجري اللي يتعلمها ضمن يبقى مليونير في السنة الأولى بس على فكرة عمال بتتعلمها يا باشمهندس بتاخد سبع سنين. أربعة نيو سيرجي وثلاثة اندوسكو. بس ما بص كل واحد حمار بيبص تحت تحت ايه؟ البني آدم الطموح اللي يفكر في الحاجات اللي مش محدش غيره. تبقى يونيك، اسمك يتعرف وأنت صغير. لما تبقى بتاع نسا. طب ما في مليون واحد بتاع نسا. عبال ما يتعرف اسمك محتاج 15 20 سنة. يا فرحة قلبي خلصت نيابتك في أربع سنين. لكن زود عليهم ثلاث سنين وتبقى بعدها اسمك معروف ايميديتلي أول ما تطلع للسوق، مفيش غيرك. ما تدورش على الحاجات الهبلة. كبر دماغك ودور على الحاجات اللي مفيش حد فيها. اندوسكوبيك نيو سيرجن. بيجيب التيومر بالمناظير. بالمنظار. معايا؟ مفهوم ولا لا؟ نعم. طيب في حاجة بقى تانية. زمان بقى زمان كان في واحد دكتور من دفعتكم بنفس المنظر نفس المنظر بالظبط. شاطر قوي. كان اسمه مسمار. تعال شوف مسمار الصغير زمان فكر فيه. مسمار قاعد يفكر لما بنفتح عشان نشيل الورم بتاع البيتشيتري كان بيفتح ترانس كرينيال ودي كانت خطر فمسمار العبقري فكر في ايه؟ قال لك طيب بلاش نفتح نشيل هو يطلع ليه طعم؟ يطلع ازاي يعني؟
ما نتعاطى. بص يا المسمار الصغير قال لك ايه؟ قال لك لو في تيومر في البيتيوتري ما تفتحش الاسكال. احنا نفتح نشيل السوبر رينالز على الناحيتين عشان اي سي تي اتش ما يلاقيش حاجه يشتغل عليه. عبقري المسمار الصغير. عبقري. قال لك في تيومر في البيتيوتري، قلت له صح. قال لك بتطلع اي سي تي اتش، قلت له صح. قال مش على السوبرين يعمل لي ايه؟ كوشن، قلت له صح. قال خلاص شيل سوبرين. منطقي ولا لا؟ مسمار صغير كان منطقي جدا في التفكير. قلنا له بس يا مسمار لما نشيل السوبرين والكورتيزون، قال لك انت من بره الكورتيزون. معاه ولاد ولا لا؟ بس مسمار نسي حاجه. ان لما كان في تيومر وبيطلع اي سي تي اتش، مسمار كبير هيشرح لنا ايه اللي نسيه مسمار صغير. ايوه. الفكره ان المسمار غلط غلطه. التيومر ده كان بيطلع اس تي اتش، يخلي الكورتيزون من السوبرينا لايه؟ عالي. عالي. الكورتيزون لما يعلى من السوبرينا يعمل على البيتيوتري ايه؟ يعني كان بيهد التيومر شويه. كان الكورتيزون اللي بيطلعه السوبرينا العالي ده كان بيخلي التيومر سبريست شويه. لما شلنا السوبرينا مفيش حاجه عامله سبريشن للتيومر. التيومر يحصل له رابد جوث. فالعيان ده يموت في خلال سنتين بعد ما تشيل السوبرينا. يغمق ويدبل ويموت. التيومر يحصل له فيري رابد جوث. انا شلت السوبرينا مفيش حاجه عامله انهيبيشن للتيومر. فاهمين ولا لا؟ محدش فكر فينا. مسمار هو اللي اخترع انه الكورتيزون بيعمل انهيبيشن للتيومر. لا، مسمار اخترع العمليه بالتكامل المتخلفه دي ومات. العينين اللي اتعملت لهم كلهم ماتوا. هم ازاي عرفوا انه لا بس مسمار كان اسمه نيلسون. والله كان نيلسون الصغير. نيلسون مسمار احمد مسمار. كان اسمه نيلسون. مفهوم ولا لا؟ وسموه نيلسون سندروم. سموه نيلسون. والله لو مت قدامي بضحك خلاص. في حاجه تانية. ابن عمه مسمار قال له عيب يا مسمار تشيل السوبرين. عيب. ما حدش من عيل عندنا بيشيل السوبرين كده مسمار. قال طب يا ابن العم هنعمل ايه؟ في ورم في البيتيوتري ومش هقدر اشيله ومش هقدر ازق التبرين على جنب. قال له سهل يا ابن العم. احنا ما نشيلش السوبرين، احنا نموتها بادويه. في دراجز تعمل دامج للسوبرين. دواء مشهور جدا اسمه كيتو كونازول. هتسمع عنه؟ انتي فونجل اسمه ضعف لوكان. سمعتوا عنه؟ كلكم استعملتوه ولا لا؟ ده بتاع التينيا. ايه؟ تينيا ايه؟ تينيا. تينيا سجيلاتا. تينيا البا. انت عارف تاني قلبة يعني ايه؟ بتبقى بيضة. قلبة يعني بيضة. ايه؟ تاني يعني بتطول بتطول. حاجة لو كتير لكن ما علينا. بص انا ولاد. بغض النظر عن القصة الكربيتو ده هيعمل دامج للسوبرينا، كان بيسموها ميديكال ادرينالكتوم. يبقى تاني يا ولاد. بتشوتر يا اما نعمل سيرجيكال ايه؟ لا ساعدوني انا بحاول اصحصح نفسي معاكم. بنعمل سيرجيكال ايه؟ يا ترانس كرينيال يا ترانس سيفينويدال. وقلنا التجاوب اللي اتعملت زمان، واحد اسمه نيلسون كان بيشيل السوبرينالز. كان عينيه بيموتوا. بيحصل جاب الكوث تيومر. وكان في حاجه اسمها ميديكال ادرينالكتوم. يدوا ادويه تبوظ السوبرينا زي كيتو كونازول صوديوم فالبريت، ادويه كتير كانوا بيستخدموها بس بطل الكلام ده. نعمل اكسترنال اريد بس في مشكله. الريديشن هيعمل دمج للبرين. صح ولا لا؟ صح. فبقوا بيحطوا ريديو اكتف نيدلز. عارفين نيدلز؟ اه. بيجيبوا نيدلز مشعه ويحطوها في المناخير عشان يبقى ريديشن ليمتد للبيتيوتري بس. انت لما بتعمل اكسترنال ريديشن من بره الريديشن لازم يعدي في البرين عشان يوصل للبيتيوتري، فهيعمل دمج للبرين سيلز.
مفهوم ولا لا؟ لكن النيدلز لما احطها في المناخير هتعمل ريتينشن على البيتيوتري بس. دي بتبقى جاما ريز. جاما ريز بتبقى مسافه قصيره. مش هتروح للمناخير، انت هتلاقيها على المناخير. مش هيروح. مع ولاد ولا لا؟ ايوه الملك احمص. انت خلاص لقبك الملك احمص. بص مال الصغير ديلسون. كل واحد منكم هياخد لقب غير. في الجزء الثاني. نعم انت هيطلع لك لقب حالا دلوقتي. في لقب مسمار. اه ما انا عارفه بس مش هينفع هنا. لقب ده بينا وبين بعض. ولكن. المهم ما علينا. بصوا يا اولاد. ولا. نكمل كلامنا. طيب ممكن ندي انتاجونست دواء اسمه ميتي رابول يمنع تصنيع كورتيزون. شايفاني؟ دواء اسمه ايه؟ ميتي رابول ده يمنع تصنيع. طب لو المشكله في السوبرينا هنعمل ايه؟ في الالدوستيرون يمنع تصنيع الالدوستيرون يمنع تصنيع كورتيزون. سؤال يا ولاد تاني يا دكاترة. نعم. لو المشكلة في السوبرينة هنعمل ايه؟ في السامع السيرجيكال ريموفال او ايه ريد او انتاجونست. السيرجيكال ريموفال فيها مشكلة. بصوا لو عندي تيومر في السوبرينة طلع كورتيزون بكميات كبيرة وعاملين كوشن مع ولاد ولا لا؟ عندي تيومر فين؟ وبيطلع كورتيزون بكميات كبيره وعامل لك ايه؟ كوشيز. شوف ده بيطلع كورتيزون. الكورتيزون عامل ايه على البيتيوتري؟ عامل فيها ايه؟ انيبيشن ولا لا؟ يعني تشومر هنا عامل انيبيشن للبيتيوتري صح؟ اه يبقى السوبرينا للثانيه مش شغاله. اه مش منزلها. تاني انا عندي ورم بيطلع كورتيزون بكميات كبيره فعامل ايه؟ ان مش البيتيوتري ما بتطلعش اس تي اتش يبقى السوبرينا للسليمه اللي ما فيهاش ورم مش شغاله. فاهم يا ابني ولا لا؟ ايوه انت يا ابني. اه انا قلت ايه دلوقتي؟ لو كان واحده برافو عليك. ليه؟ على البيتيوتري بقى زي ما بقول لكم يعني التيومر بالسوبرينا يعمل ايه؟ بيطلع كورتيزون يعمل فيدباك على الانهبيشن على البيتيوتري فما بيطلعش اس تي اتش فالثانيه ايه؟ مش دخلت العمليات شلت الورم. معايا يا ولاد؟ العيان وهي طالعه من العمليات لازم اديها كورتيزون. وايه اس تي اتش؟ ليه؟ الجلاند دي بقى لها فتره مش شغاله. لما اخش واشيل الورم دي مش هتشتغل على طول. قدامها شهر او شهرين عبال ما تشتغل. فلازم العيانه وهي خارجه اديها كورتيزون والا تموت. تخش في حاجه اسمها انسونيان كرايسيس. واديها اي سي تي اتش عشان احفز الجلاند التانيه انها تشتغل. فاهمين ولا لا؟ فتخيل اصل ممكن دكتور يبقى جاموس ابو ديل كده. عيانه داخل عندها كوشنج وتشال الورم والجراح وهو خارج. قالوا ادي العيله دي ايه؟ كورتيزون. هو بعد ما عمل عمليه للاسف هذا النايب المعفن قعد وفكر مع نفسه. قال لك بقى العيانه كان عندها كوشي وما شدقنا سنها الورم. ان هو طالع من عمليات يقول لها دي كورتيزون. فاهمين يا ولاد ولا لا؟ يوم يقرر هذا الجاموس انه يعمل ايه؟ ما يديش العيانه تموت. فاهم ولا لا؟ العينه وهي بعد ما تشيل ورم وهي خارجه من العمليات دي كوشي وهي خارجه من العمليات هتديها كورتيزون مفهوم ولا لا؟ ولا تخش في حاجه اسمها انسونيان كرايسيس. ايه كمان؟ بصوا لنا يا ولاد هنعمل ايه ريد؟ او ريد انتاجونس اسمه ميتي رابول. ما هي هي؟ طيب بصوا لنا في مقوله بيقولوها عامه الشعب ما اعرفش سمعتوها قبل كده ولا لا. بيقول لك ايه بقى؟ يقول لك
الراجل ده وشه صحة محمل من كتر شرب الخمرة. هل سمع اللفظ قبل كده؟ عامة الشعب يقول لك وشه مدور محمل من كتر ايه؟ شرب الخمرة. خدعوك فقال ده ابن كلب معاف. ده هو مشكلته ايه؟ ان لما بيشرب خمرة الليفر عنده بيبوظ، والليفر هو اللي بيكسر الكورتيزون. فاللي بيشرب خمر كتير والليفر بتاعه ابتدى يبوظ، مش هيكسر الكورتيزون، فيجي له مون فيس. وافتكوها صحه من شرب الخمر، مع ان المعفن ده الكبد بتاعه باظ. دي مش صحه، ده كوشنايد. ويسموها سودو كوشن. سودو كوشن لان المشكله مش زياده الكورتيزون سكريشن، ده ديكريز الكورتيزون بريك داون. مفهوم ولا لا؟ متقدمة ان شاء الله. في سؤال بيتسال كتير قوي، ما اعرفش اذا كان امثالكم يعرفوا يجاوبوه ولا لا. السؤال سالته كالاتي: Mention the indications and the side effects of cortisol. زي ما سمعتكم قال بالظبط، بس هو للاسف كان فاضل له حته ويبقى بيرفكت. انت قلت الفكره بس يعني تفاصيل. خلاص يا خلاص ما تخرفش، ما تخرفش كويس. قالك الانديكيشنز اوف كورتيزون. تمسك كتاب كتاب وتشوف الانديكيشن في كل كتاب. كتاب الكارديولوجي استخدمناه في روماتيك فيفر، استخدمناه في البيكارديتس، استخدمناه في المايكارديتس. كتاب الشيست استخدمناه في البيلياري تي بي سي او بي دي، استخدمناه في السي او بي دي والبونكيال ازمه. كتاب الجي اي تي استخدمناه في الاوتو اميون هيباتيتس، صح؟ اديكم سؤال، استخدمناه في الاوتو اميون هيباتيتس ولا لا؟ في كتاب النيفرولوجي ان شاء الله بتستخدم في النيفروتك والنيفريتك. في كتاب الهيماتولوجي هنستخدمها في الاوتو اميون هيموليتيك انيميز والليوكيميز والليمفوما. في كتاب الروماتولوجي هنستخدمها في الفهرس. روماتويد وسيستميك لوبس وسكليروديرما كله. كتاب الاندوكراين هنستخدمها في الاديسون ديزيز. لو هتبقى سوباينال دامج هندي كورتيزون ولا لا؟ طب والسايد افكتس؟ هي الكلينيكال بيتش بتاع الكوشن. مفهوم؟ يبقى لو سالك ايه الانديكيشنز والسايد افكتس اوف كوشن؟ عارفينها يا ولاد ولا لا؟ انا كاتبها لكم، انا مجمعها لكم تحت عنوان فارماكولوجي اوف كورتيكوستيرويد. انا مجمعها لكم تحت عنوان فارماكولوجي اوف كورتيكوستيرويد الانديكيشن والسايد افكتس اوف كورتيكوستيرويد. مفهوم ولا لا؟ احنا اتكلمنا على كلام زول. اثنين وسامع زونا ايه؟ سكيميلوزا وفيسكيلات. فاضل زونا ريتيكولاريس اللي هي بتطلع 6 امور. الزونا ريتيكولاريس الديزيز بتاعها اسمه كونجينيتال ادرينوجينيتال هايبرتيسيا. انا عايزك تكتب جنب العنوان بين قوسين دوارفيزم. بين قوسين ايه؟ دوارفيزم. وتشطب الموضوع بس هنشرح. هنشطب بس هنشرح. مفهوم ولا لا؟ دكاتره الكونجينيتال ادرينوجينيتال هايبربليزيا ده ليه علاقه بالزون الثالثه اللي بيطلع 6 هرمونز اللي هو الاندروجين. كل اللي عايزك تعرفه ان السندروم ده بيعمل ايه؟ لكن ايه هو السندروم ده؟ بص معايا كده، الشرح هيبقى جاست فور نولج. مفهوم؟ الكوليسترول، الكوليسترول بيتصنع منه الكورتيزول، وفي نفس الوقت الكوليسترول بيتصنع منه الاندروجينز اللي هم السكس هرمونز.
الكوليسترول بيتصنع منه كورتيزول بيتصنع منه سكس هرمونز. بصوا لي هنا واضح الكوليسترول بيروح للسوبرينه يا اما تصنع منه كورتيزول يا تصنع منه ايه الانزيم اللي مسؤول عن تصنيع الكورتيزول. انزيم اسمه 11 هيدروكسيليز وفي انزيم اسمه 21 هيدروكسيليز. دي انزيم بتخش في تصنيع مين الكورتيزول. الكورتيزول العينين بتوع الادرينوجينيتال هايبرپلازيا ما عندهمش الانزيم دي عندهم congenital deficiency of these enzymes which means ما فيش ايه كورتيزول. ما دام ما فيش كورتيزول كل الكوليسترول يروح للتصنيع ايه سيكس هرمونز اللي هو الاندروجين. فالعين دي بيبقى عندهم اندروجين بكميات كبيره. لو المشكله دي ابتدت انترا يوتراين الفيميل اللي يزيد عندها الاندروجين وهي لسه انترا يوتراين يحصل انلارجمنت في الليبيا ميجورا تبقى شبه السكوتم وانلارجمنت اوف ذا كليتوريس تبقى شبه البينس. يعني الاكسترنال جينيتاليا تبقى شبه الجينيتاليا بتاعت الميل لكن هي عندها اوفري فيتقال عليها سودو هيرمافروديزم. يتقال عليها ايه ليه مش ترو عندها اوفري مفهوم ولا لا سودو هيرمافروديزم مفهوم. لو القصه دي ابتدت افتر بيرث ايه اللي هيحصل لو المشكله دي حصلت افتر بيرث يعني اندروجين زاد بعد البيرث. تعالوا نشوف اللي هيحصل. الفيميل اتولدت خلاص بتطلع اندروجين بكميات كبيره يحصل ايه؟ انتوا عارفين يا اولاد ان احنا لما بنوصل للبيبرتي نموك بيقف يعني ماكسيمم لينث بتوصلوا عند ايه؟ عند ايه يا اولاد؟ بيبرتي. بعد كده ما بتطولش بعد البيبرتي ده الماكسيموم هايت ولا بعد كده بتطول سنتي في السنه من الفيرتبري وبعد سن ال 40 تقصر سنتي في السنه لما يحصل كولابس الانترفيرتبرال ديسك. لكن عند البيبرتي اللونج بون بينحف مفيش جوف في اللونج بونز مفهوم ولا لا؟ فبعد البيبرتي ما بتطولش سنتي في السنه يعني اخرج بيجيبه عند ايه؟ بيبرتي. بعد كده القصه ايه؟ وقف. والله بقى جبت حد يشدك لعبت عقله ولا الهوى اسال بجاره قصه القصه عن كده. بعد كده بكبيرك ايه؟ هو صلتي في السنه بعد سن ال 40 يبتدي يقل لي عادي على اخر السنه هتلاقوني ايه؟ هتجيبني مرض. اسمع علينا بصوا لنا ولد لو السكس هرمونز هي اللي بتخلي العظم يلحم في البيبرتي هي اللي بتخلي العظم خلاص يقف الجوف بتاعه عند يعني لما بيوصل البيبرتي ويطلع السكس هرمونز تخلي العظم يلحم بدل سيت خلاص طولك وصلت ما يزيدش عن كده. تخيل الفيميل اللي عندها السندروم ده بتطلع سكس هرمونز بكميات كتير فيري ايرلي ولا لا؟ فالعظم بتاعها يلحم بدري فتبقى دواف يحصل لها دوافزم ويحصل لها امينوهية. يعني ايه امينوهية؟ مفيش ميسو سايكل ورح تاني اعوذ بالله تاني يا ولاد لو المشكله ابتدت انتر تراين هيبقى عندنا اللاجمن في ليبيا من جوه اللاجمن في الكليتوريس فيبقى شكل اكسيلنت جينيتال ساعه بتاعت الميل. لو القصه ابتدت افتر ليبر بعد الليبر سيادتك ايه اللي هيحصل؟ سكس ونص هتزيد معايا؟ العظم يلحم بدري فتبقى دوايف. وما دام عندها اندروجين يجي لها منسوا سايكل عندها هرمونز بتاعت ميل مفهوم ولا لا؟ طب لو القصه حصلت بعد البيبرتي عادي يجي لها سكندري امينوهي يعني يجي لها الدوره وبعد لما يظهر يبتدي السندروم يشتغل يحصل لها سكندري الدوره تقف ويجي لها انفيرتيلتي. لا مش تكون قصيره بس عندها سكندري انفيرتيلتي مفهوم ولا لا؟ الميل بقى
زيادة سكس ونص اتفقنا تعمل بولدنس صح ولا لا؟ واسبرماتوجنس يعني تعمل انفيرتيلتي معايا يا ولاد؟ مش منسين كل العائلين اللي ما عندهمش كورتيزون ايه اخبار الاي سي تي اتش؟ ها الاي سي تي اتش هو الاستيميليت كوليسترول يتحول الى هو المفروض ان الاي سي تي اتش استيميليت كوليسترول يتحول الى كورتيزون بس ما دام ما فيش الانزيمز دي الاي سي تي اتش العالي هيخلي الكوليسترول يروح ناحيه عارفين علاج العينه دي ايه؟ اديها كورتيزون لو اديتها كورتيزون هيوقف اس تي اتش اس تي اتش ما عملش ستيميليشن للكونفرجن تو اندروجين مفهوم ولا لا؟ حد فاهم معايا يا اطفال؟ انا كل عايزك تعرفوا ان الديزيز ده بيعمل ايه؟ ترجع يا ماما ازاي؟ هتطول تاني ازاي؟ لا لو بعد لو رجعت المرض بعد لو سكند يعملوا ايه؟ لو سكند معايا يا ولاد؟ احنا زودنا الغموض بتاع كام زول؟ لو زونا فاضل المضلة نقولها ونمشي المضلة بتطلع هرمون اسمه ايه؟ بتطلع هرمون اسمه فيه كونو سيطومة بتطلع هرمون اسمه كاتيكول أمين والديزيز اللي دعوة بالكاتيكولاميز اسمه فيه كومو سايتوم ماشي هنتكلم دلوقتي عن مين فيه كومو ليه اسم تاني التشيما ده ليه اسم تاني يا أحمص يا أحمص لا ينفع هذا يا أحمص صديقي العزيز أحمص ما ينفعش كده بقى شباب في كومو سيطومة ليها اسم تاني اسمها أرجنتا فينوما اسمها ايه؟ أرجنتا فينوما نسبة لإيه؟ مين اللي قال أرجنتين؟ هشيل من عليك اللقب، اللقب على الواد أنت الأحمص أرجنتافينوما نسبة إن التيومر طالع من أرجنتافين تيشو يعني إيه أرجنتافين تيشو؟ أي تيشو بيطلع كاتيكولامينز أي تيشو بيطلع كاتيكولامينز يتقال عليه إيه؟ أرجنتافين تيشو أرجنتافينوما مفهوم ولا لأ؟ هو إيه التيشوز اللي بتطلع كاتيكولامينز في جسمك؟ Deep inspiration followed by forced expiration against the closed epiglottis. الأرجنتافين تيشو ولا التيشو اللي بتطلع كاتيكولامينز؟ مين التيشوز اللي بتطلع كاتيكولامينز في الجسم؟ انتوا خبايا خبايا القرد المضلة بتاعت السوبر ايدر يا متخلفين والسيمباثاتيك معايا؟ تاني يلا مين التيومرز سوري مين التيشو اللي بتطلع كاتيكولامينز؟ المضلة ومين يالا؟ سيمباثيتك فايبرز مفهوم ولا لا؟ المضلة وايه؟ سيمباثيتك فايبرز والسيمباثيتك فايبرز الو نعم الو نعم
عليكم السلام. ايوه نعم. يا دكاترة تاني التيوم اللي هنتكلم عنه اسمه ايه؟ فيكم سايتوما. وفيكم سايتوما دي اسم تاني؟ ارجنتي فينوما. لانه طالع من ايه؟ ارجنتي فين تيشو. اللي هو اي تيشو بيطلع؟ ايه تيشوز اللي بتطلع كانت كلاميز؟ فعشان كده التيوما ده اسم تالت بيسموه ذا تيوما اوف 10% بيسموه ايه؟ ليه بقى؟ بصوني هنا 90% من التيومرز بتبقى طالعه من المظله و10% من السبثات. 90% بناين 10% مالجنت. 90% سنجل تيومر 10% بيبقوا مالتي. 90% يونيلاترا 10% بايلاترا. تاني 90% طالع من المظله 10% طالع من السبثات. 90% بناين 10% مالجنت. 90% يونيلاترال 10% بايلاترال. 90% سنجل تيومر 10% مالتيبل تيومرز. فسموه ذا تيومر اوف 10 ان الاكسبشنز فيه 10%. مفهوم ولا لا؟ يونيلاترال 90% يونيلاترال 10% بايلاترال. ده مكتوب عندك كده معايا؟ نعم. بصوا لي بقى التيومر ده هيعمل ايه كلينيكال بيتش؟ ده تيومر بيطلع ايه يا ولاد؟ كاتكولامين. بصوا هنا بصوا هنا التيومر ده بيطلع ايه؟ هنبتدي بالهرمون اكشن. بص معايا التيومر ده من فوق لتحت يعمل انكزايتي وانتابيلتي. يا كاتكولامين مش بتخليك عصبي ولا ايه؟ وانتابيلتي بتعملك سويتي وبيوبيلاري دايلاتيشن. معايا الهارت تاكي كارديو وهايبر تنشن مش كده ولا لا؟ تكادي اند هايبرتنشن وبالبيتيشن وارثميا. في الاول المانيفستيشنز دي بتحصل ان اتاكس، اتاكس بتروح وتيجي. اند ذن بيكمز بريزيستنت. مفهوم؟ الهرمون اللي طالع مين؟ كاتكولامين. ايه الهرمون اكشن؟ انكزايتي وانتابيلتي. انكزايتي وايه؟ وسويتي. دي سويتي؟ انكزايتي وانتابيلتي اه. سويتي. وساعات العيان يجي لك بالكومبليكيشنز وهايبر تنشن. يعني يجي لك بهارت فيلير، انجينا، مايكارديال انفاركشن، سيربال هيموريج، كومبليكيشنز اوف ات فيرست ذيس اتاكس بتبقى فريكوينت اتاكس اند ذن بيكمز ريزيستنت. مفهوم؟ ده كليكال بيتش بتاع ايه؟ هرمون هرمون اكشن. فاضل نتكلم على كلينيكال بيتش اوف ايه؟ الفيكوموس. الفيكوموسايتوما دايما بيبقى معاها اسوشيشنز. معاها ايه؟ اسوشيشن مشهور جدا. اول اسوشيشن اسمه مان سندروم. حد سمع عنه؟ مان سندروم سوري. مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا. مالتيبل؟ يعني ايه؟ المالتيبل اندوكراين بليزا ان العيان يبقى عنده تيومر في الاندوكراين بلانز ات ذا سيم تايم. يعني ايه؟ عنده تيومر في الكوموسايتوم وعنده هايبر بارا ثايروديزم ات ذا سيم تايم وعنده تيومر في الثايرويد اسمه ميدالي كارسينوما ات ذا سيم تايم. تاني ولا مين سندروم اسمها مالتيبل اندوكراين بليزا. مالتيبل اندوكراين بليزا ده عيان عنده ايه؟ multiple tumors in endocrine glands at the same عندهم tumor في الثايرويد والبارا ثايرويد والسوبرين. اللي في الثايرويد اسمه ميدالي كارسينوما. اسمه ايه؟ ميدالي. اللي في البارا ثايرويد اسمه هايبر بارا ثايرويدس. والسوبرين اللي هي في كومو سايتوما اسمها مين 2 multiple endocrine plasia type 2. في حاجه ثانيه؟ قال لك معظم العيانين دول بيبقى عندهم هايبرتروفيك كارديومايوباثي. هايبرتروفيك كارديومايوباثي. الحاجه الثالثه معظم العينين دول كمان بصوا هنا بيبقى عندهم حاجه مشهوره قوي اسمها نيوروفايبروباتوسيس. حد سمع عنها؟
نيو فايبروماتوز يعني نيو فايبروماتوز يعني لارج هيد هو معاهم سن 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 سيبوا لي هو معاهم لارج هيد ايوه كل الجلد هم طيب بصوا النيو فايبروماتوز يعني تيومرز بتطلع من النيرفز سوينجز في الجسم مليان سوينجز ومعاها كافي اولي باتشز يعني كافي اولي قهوه باللبن واللاتيه قهوه باللبن اوكي باللبن تاني كافي اولي يعني لاتيه يعني شاي باللبن عشان ما تفضحوناش اللي قاعد عليكم يعني لما بتتنايلوا تقعدوا في زفت الطين اسمه ايه؟ اي زفت ما مش بقول لك لاتيه كافيه ولا ايه؟ انت بتقعد على قهوه انت بتقعد في كبيره والله قلت له والله في عندك مليون هذه في اسماء بالهنج مش عارف ايه من بتعطيني مارجنتوم شوية وجاب لك عين يسوس صح؟ لا المنديل والله مو حافظ بس شمال جاب لك كوارع؟ لا المنديل ما عرفتوش؟ هو كلامي صح مارتيناليس ماكسيمس جروتياس يا دكاتره على فكره الكافيه ليه يعني ايه؟ يعني لون بني فاتح انا جايب لكم الصوره أكيد كانت واحدة أكيد يعني شايفين البطش البني وفيه نقط شايفينها ولا لا؟ دي اسمها كافيه أولي باتشز مفهوم ولا لا؟ بيبقى معاها كمان سوينينجز طالع من النيرف دي اسمها نيو فايبروماتوزيس في حاجة رابعة ليها علاقة بنظرة عينيكوا دي اسمه فون هيبل سندروم فون هيبل 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 جماعي الفون هيبل سندروم عباره عن ايه؟ ناس عندهم في كوموسايتوما وعندهم تيومرز في الليفر والريتنا وعندهم مالجنن تيومر في الكيدني هايبرنيفوما اسمه فون هيبل سندروم في حاجة في الأطفال خدتوها أعتقد اسمها ستيك ويبر. اسمه ستيك ويبر. أو بيسموها ماذر ماك. هتسمع الماذر ماك؟ هتسمع الماذر ماك؟ حد سمع عن حاجة اسمها بورت واين؟ اه بورت واين خلاص. هتكون هنا؟ هتكون هنا. نفسي تصدق وتعمل بلاقي انت صمام الامان بتاعك البنات اللي قاعده دي رب العزه في مره هيطلع الفليكس مش عارف امسكه هقول لك حمرا فين وبلاش فتلم انت صمام الامان ان في بنات قاعده فانا مش عارف اتصرف براحتي هحتضنهم واقول لك اللي انا عايزه بص معايا هنا في حاجة اسمها ستيك ويبر سندروم ده فيري فيموس أو بيسموها ماذر ماك أو بورت واين نص وش الطفل بيبقى أحمر نص كله بصوا الصورة تبقى كافيناس هيمانجيوما هيمانجيوما واخدة نص الفيس ومعاها في كوموسايتوما بس مش دي المشكلة إن بيبقى عندهم كمان هيمانجيوماس في البرين فممكن يحصل لهم سيرفر هيموج بسهولة اسمها ستيك ويبر او بيسموها ماذر ماك او بورت واي معايا؟ ركزوا معايا دي واحده عشان نحفظ السندرومات دي الرجاله قلبها كبير وغب يضحك عليهم بالاحمر والبني الرجاله ايه؟ المن قلبهم كبير عندهم هايبرتروفيك كاردو وهب يضحك عليهم لما يتحط لهم الاحمر والبني احمر ستيك ويبر احمر ستيك ويبر والبني اللي هو نيو فايبروماتوز مفهوم ولا لا؟
دي الاسوشيشنز. تاني سمع معايا الاسوشيشن من يعني انا عنده تيومر فين؟ في الباطا تايرويد والتايرويد السوبرين اللي هو فيه كومو سايتو سوبرين. ما علينا. مع اولاد الحاجه الثانيه هاي باتروفي كارديو رجالة أباء كبير صح ولا لا؟ وهيب فون هيبت بيبقى تيومرز في السوبرينا وتيومر في الليفر والريتنا وعندهم تيومر في الكيدني هايمانيفوما الأحمر اللي هو ستيك ويبر هيمانجوما واخدة وش نص الفيس والبني اللي هو نيو فايبروما يا كافيه وليه باتشز مفهوم؟ يا كافي من غير هاكش ماشي. هنعمل انفستيشن. اول حاجه في الانفستيشن ايه؟ هرمون اكشن. هو الهرمون كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل تاك كارديو بالبتيشن ولا لا؟ يبقى نعمل اي سي جي هولتر ايكو صح ولا لا؟ اشطب الكلونيدين تست اوبسوليت. في كلونيدين سبريشن تست شايفينه هاد ولا لا؟ اشطبوا اوبسليت. كانوا بيدوا الدواء ده لو العيان ضغطه وطي 50 ملم مركبي يعني دخل في شوك يبقى الله يرحمه كان نومه والله العظيم ما بهزر. قال لك لو العيان دخل في شوك الله يرحمه حسب بما لا يدع مجالا للشك انه كان ايه؟ نومه. أنا أبو كده يعني ماشي. دي واحدة. الحاجة التالية ده هرمون أكشن. عايزين نعمل هرمون إيه؟ هرمون نفس. أنا في ضلي 10 دقايق لو مشيتوا معايا لكن أقسم بالله أزيد أنفاسكم لغاية ميعاد العيادة. أنا عندي العيادة بعد ساعة ونص سلوني لغاية ميعاد العيادة. هنعمل هرمون إيه؟ نفس. اختي على الضحكة. هرمون ايه؟ هنعمل هرمون ايه؟ هرمون نفل. نفل هنقيس مين؟ راحتكم خالص يا ولاد. فيها كلامين هلاقيها ايه؟ حلو. بس في مشكلة ان الكاتكولامينز يا ولاد بتتكسر بسرعة في الدم فعشان تقيسها لازم تعمل ايه؟ تجيب العيان في المعمل تقعده في وسط المعمل وتاخد عينة الدم ترميها لبتاع المعمل بتاع المعمل يلف لفتين في الهواء وياخدها وينزل بيها على الجهاز. الكاتكولامينز بتتكسر في 6 سكندز فمستحيل اولموست مستحيل مش كده ولا لا؟ مش كده؟ فبنقيس حاجه ثانيه دلوقتي ولو ان بنقيس دلوقتي الكاتكولامينز بطريقه معينه بس يعني مش ليكم لكن بنقيس حاجه ثانيه. بنقيس حاجه اسمها نيوروفيزين. ده بروتين بيطلع مع الكاتكولامينز يعني لو طلع 100 كاتكولامين بيطلع معاه 100 نيوروفيزين معايا؟ فلو انا عندي 100 نيوروفيزين في الدم انا عندي 100 كاتكولامين في الدم فبنقيس النيوروفيزين بدل ما نقيس الكاتكولامين هلاقي ايه؟ عادي ده الهرمون نفل معايا باشمهندسين ولا لا؟ هنقيس بعد كده هرمون ايه؟ الاند برودكت. الاند برودكت اسمه في ام اي فالينايل مانديليك اسيد خدتوه في الفارما ما خدتوش فارما على فكره انتوا قضيتوا وقت لطيف قوي في الكليه انا ملاحظ ان كان وقت لطيف جدا يعني الاربع سنين اللي فاتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ بطاطس وجبنه لا بجد يا ولاد فالينايل مانديليك اسيد بس ما سمعتوش عنه؟ ايه جو؟ المهم شكله مهم صح؟ لا انا بتخيل حاجه ثانيه. بتخيل هو راكب الجمل ومعاه غطره وعجال. ولا انت بتلبس غطره وعجال؟ لا لا تلبس؟ في الاردن مفيش شمال شمال يعني لا سمار سمار في طبعا موجود يعني الاردن في طبعا عبد المسمى يعني مثلا الشباب في المسجد انا بلبس الدكتور شمال.
دي علامة تكون انت الكوسيتين نيلة يا ابي هزر معاك ما تبقاش بقى تحملي كده انتوا عيال غبية مع بعض طيب معلش يا الله فلينا بص يا ولاد والله ممكن اقعد اسلي نفسي بيك وازل انفاسكم الاند بجودك على فكره هنسمع فيكم سيتون يلا ان شاء الله فالينايل مانديليك اسيد ده الاند برودكت ولا ده الاند برودكت الكاتكلاميز بتكسر الفالينايل مانديليك اسيد وينزل في اليورين بس في مشكله يا ولاد ما ينفعش اخد عينه بول واحده عشان اقيس البي ام اي ليه بقى تخيلي واحد قاعد قدام مراته كاتكولاميز في السماء صح قاعد قدام مراته كاتكولاميز ستريس ابن كلب يعني كاتكولاميز في السماء والفالينايل مانديليك اسيد هيتشاب نيكت اي في اليوين ولا لما يبقى قاعد مع سكرتيرته لما يبقى قاعد مع السكرتيره بتاعته مفيش فالينايل مانديليك اسيد اندتكتبل ان يوين مش هيبقى متعصب مش هيبقى متنايم which means ان الفانيلايل مانديليك اسيد الليفل بتاعه في البول بيعتمد على انت خدت العينه امتى هل العيل كان بيتنفس ساعتها ولا لا متعصب ولا لا فاهمني فعشان كده بنعمل ايه بنقيس اليورين الفانيلايل مانديليك اسيد في 24 ساعه بول يبقى جمع البول بتاع ال 24 ساعه وطلع الافريج ما ينفعش تاخد عينه واحده وتقيس فيها الفانيلايل مانديليك اسيد مفهوم ولا لا تقيسه فين بس في عندنا مشكله ان الفالينايل مانديليك اسيد بيتكسر بسرعه فقال لك نعمل ايه قال لك حطه في الثلاجه يعني كل ما عيني جمع جيك بول حطه في الثلاجه عشان الفالينايل مانديليك اسيد ما يتكسرش وتحط عليه تاتش اوف اتش سي ال جاست تاتش اوكي ما تزودش جاست تاتش وتصبح تعطيه في الفويل ما احنا دي طبيخ معايا فجمع البول كل جيك تحطه فين لغايه ما تجمع بول 24 ساعه وبعدين تجمع الشراكل وتقيس الفي ام اي وتحط عليه تاتش اوف في مشكله في مصر قويه جدا تخليك ما تقدرش تعمل التست ده الثلاجه في مشكله في مصر قويه جدا انك هتطالب العيان بحاجه صعبه جدا عن ينفذها في مصر تخيل انك هتطالبه في خلال 24 ساعه اللي بيجمع فيهم البول انه ما ياكلش اناناس تخيل مواطن مصري بطل بيه لمدة 24 ساعة متواصل ما ياكلش unbelievable هل في حد في مصر يقدر يستحمل انه يقعد 24 ساعة من غير أناناس لا والأنيا لا أناناس ولا موز then why living يعني انت هتبقى 24 ساعة لا موز ولا ناس اشمعنى دول بالذات لان دول فيهم طيرامين بيكسر الفالينايل مانديليك اسيد فلو العيان كان الحاجات دي هيديك فولس هاي ريدنج مفهوم طبعا تست ابن كلب معفن بس مسته ب 40 جنيه لكن عشان تقيس النيوروفيزين 1700 جنيه فعشان كده احنا في القصر العيني بنعمل فيه ام اي فالينايل مانديليك اسيد مع ولاد ولا لا بعد كده انفستيجيشن في ايه ولا انفستيجيشن في يلا هنعمل ايه انفستيجيشن كوز سي تي على سي تي على ام ار اي ازاي يعني ها سي تي على السبعين طيب لو عملت سي تي او ام ار اي على السبعين وطلع مفيش تيومر ده معناه ان العند ما عندوش فيه كوموسايتوما مش شرط ليه لان احنا قلنا ان في 10% طالعين من السمباثاتيك يعني بصوا لو عملت سي تي وام اي على السبعين وما لقيتش ورا هينفي فيه كوموسايتوما لا لا ممكن التيومر يبقى طالع من السمباثيك فايبرز من اي حته من اول النك لغايه اليونا بلادر يعني ممكن التيومر يبقى في الشيست ممكن يبقى في النك ممكن يبقى في الابدومن مفهوم ولا لا زيادة زبانكم بتقترح ان هي تعمل سي تي من فوق لتحت. انت
انا مدام قلت قبل كده نعيدها تاني ايه؟ عايزه تعرفي فين التيومر؟ نعمل ايجو ايزوتوبيك سكانينج، هنعمل النظائر مشعه اسمها ام اي بي جي، ماده اسمها ايه؟ الام اي جي. اي بي جي اختصار ميتا ايودو بنزايل جوانيدين، بالنسبه لكم انتم مواد مشعه، بالنسبه لك انت انفستيجيشن. هتجيب ماده مشعه ونحينها انتروفينوس اسمها ام اي بي جي. الماده دي هتاخدها تيومر، والتيومر نفسه يبقى ايه؟ مشعه، ونصور بحاجه اسمها جاما كاميرا. الجاما كاميرا بتصور الجسم كله صوره، هتلاقي تيومر منور. على فكره جايب لكم صوره، شايفينها يا اولاد ولا لا؟ ايوه مع اولاد ولا لا؟ طيب لقيت الاشعاع هنا في تشيست، يبقى تيومر في تشيست، تعمل سي تي تشيست. لقيته منور في النك، يبقى تعمل سي تي نك. مفهوم؟ ماشي دكتور، بس اشمعنى تيومر مش لان انا استخدمت ماده اسمها ميتا ايودو بنزايل جوانيدين، دي بريكيرسر بتاع الكاتكولامينز، فلا هياخدها سيباثاليك تيشي، وبما ان ده تشوف هياخدها بكميات كبيره لانه بيصنع كاتكولامينز كتير، ما مش اي ماده مشعه يعني. مفهوم ولا لا يا دكاتره؟ طيب افرض لقيت في اشعاع في تشيست، يبقى تشوفها فين؟ ولقيت حته مشعه في الفيما بس، مفهوم ولا لا؟ إذا كده التيومر ده يعني سوري سي تي ده بيقدر يحدد اذا كان التيومر بناين ولا ريجو ايستوب. سوري معايا؟ لو لقيت ايه؟ لقيت التيومر هنا مشع، ولقيت في حته مشعه في الفيما، يبقى ده مالجنت. لا هنا تشيما تيشي بس هو بياخد المادة دي. طيب ايه؟ ولا مالجنة؟ اه بس مش هتخش فيه. ما تخش. بس لو لقينا متس يبقى ايه؟ طب وانا قلت غلط؟ معايا اولاد؟ بص يلا. علاج بقى عشان انا مش طايقه والله. اول حاجة سيرجيكال ايه؟ نعمل ايريديشن. بصوا يا اولاد بنعمل ايريديشن مش مكتوب عندكم. ايريديشن بنعمله في المالجنت تيومرز، لو في كوموسايتوما مالجنت بنعمل ايريد. ازاي؟ بندي اي بي جي بهاي دوزز. الام اي بي جي اللي استخدمته انت في التشخيص مش التيومر بياخده؟ مش دي ماده مشعه؟ هديها بدوز ايه؟ فالتيومر ياخدها بكميات، فتشع في التيومر بكميات كبيره تعمل له دامج. يبقى اما اي بي جي هيشتغل في التريتمنت، ها؟ ولو بدوز عاليه في التريتمنت، لكن في لو دوز انفستيجيشن الفاينل انتاجونست. التيومر ده بيطلع كاتكولامينز ولا لا؟ يعني انت الفا اند بيتا بلوكرز. في دواء بيعمل اثنين، لا بيتا لون، او ممكن ندي بيتا بلوكر اسمه بروبرانولول ومعاه الفا بلوكر اسمه فينوكسي بنزا. اديها فيه كوموسايتوما من الاول ومش هتمشي لما تسمعها. ادينوما هابوبلازيا. لا 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 فيهم كوموسايتوما من الاول. اسمها الثاني تطلع من هاني تيشو. الارجنتيفيش ليش هو اللي بيطلع ايه؟ كاتكولامينز. اسمها التاني تيومر اوف 10% 90% بالارض 10% 90% يونيلاترال 90% بناين 90% سنجل 10% كلينيكال بيتش. اول حاجه هرمون بسامع Sweating. ممكن عادي يجي لي بالهايبرتنسيف كومبليكيشنز.
cerebral hemorrhage, heart failure, ischemic heart disease, arrhythmia, and even sudden death. But voila, that. At first, this occurs in attacks and then becomes persistent. Click a picture of the cause. Association. Men. Men that human fail. Investigation. Hormone action. Hormone action, have an ECG. Echo. Echo. Holter. But then hormone level, Hadis. Gatogramines, which is difficult. Hadis, new physine. But can end the product is small. VMA. Valinine. Mandelic. Gamma al Mud. Resin Yabba. Refrigerated. Wale touch. It's here. ممنوع ياكل موز باين ابلز وبانانس معنى ابل اللي هو الاناناس بانانس موز معاك موز مهم جدا موز شفت العيب في الاسرار العميقه ازاي العيب بيحب الموز جدا مشروع جدا على فكره صح؟ ده انا اخيبي عشاق الموز ما بغاكش This is the most famous لا ده الفاكهة المشهورة عندهم بغض النظر بيحبوا التشريب ايه؟ لا البلح هم بينتجوه بس ما بياكلوش قوي ما بيحبوش ياكلوه كتير هم يبيعوه لكن ما ياكلوش الحاجة التانية بصوا لنا يا شباب يلا ولا 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 ومن اكش خلصنا منه عايزين نعمل انفستيجيشن اوف كوز سي تي سكان اوف سوبرين سي تي على السوبرين ولو ما لقيتش حاجه نعمل ام اي بي جي العلاج يا سيرجيكال موفر يا ريتيشن ام اي ام اي بي جي لارج دوز او الانتاجونست لابيتالول لابيتالول او الفا بلوكر زي بيتا بلوكر ينفع عدي بيتا بلوكر بس لا ليه؟ لانك لو اديت بيتا بلوكر التيوبر هيطلعك الكلابيس تشتغل على الالفا الهايبر تنشن يضرب ممنوع تدي بيتا بلوك لازم ايه؟ كومباينت اطلع بره